خير وصباح لبنان لكم مشاهدينا وين ما كنت عم تترافقوا معنا بهالصبحية، صبحية جديدة بنترافق فيها نحن وياكم لمدة ساعتين ونص من الوقت. خلوا نهاركم اليوم يكون نهار مفصلة، نهار تحققوا فيه جديد بحياتكم وحلم عم تشتغلوا على تحقيقه، إذا خلصتوا منه أكيد بلشوا أحلموا بحلم آخر. يا صباح الخير. صباح الخير لك شادي، الحمد لله ماشي الحال، واشتقت لك واشتقت لكل المشاهدين، طولنا الغيبة عليهم بعد ويك اند طويل، انتم بلشتوا امبارح، انا اليوم انضميت لكم، بس دائما بتعرف انه بكل مشوار بنقوم فيه بحياتنا لازم نكون حاطين هدف قدامنا ونشتغل على مبدا، ودائما المبدا الاساسي هو انه نعرف كيف نتعلم ونكسب معرفه من الاخرين، يعني حتى لو ما توجهنا على مقاعد الدراسه وما كان عندنا فرصه حتى نروح على مقاعد الدراسه، لا بالعكس يمكن نتعلم من غيرنا من خبرات غيرنا، لانه مثل ما بيقولوا الفشل ابن يتيم والنجاح في عنده اباء كثار. فخلينا يمكن هيك اذا انت كنت من الاشخاص اللي عندك معرفه وعلم اخذ منك شوي وكل واحد ياخذ من الثاني شوي. صحيح، على كل حال اليوم بمناسبه اليوم العالمي لمحو الاميه، النهار يلي كرسته اليونسكو وتكرس عالميا لمحاربه كل الاشخاص يلي الحياه ما انصفتهم وما كان عندهم فرصه انهم يتعلموا، ولكن بتعرف الواحد اوقات بيتوقف عند هالموضوع، والعلم دائما منه مربوط بالمال، منه مربوط بس بالحظ، كل واحد في يكون عنده مصدر علم، يعني هذا موضوع ما لازم يوقف هون مع كل هالدعم يلي عم بيصير عالميا لمحو الأمية. يعني حتى كمان الاطفال من حقهم، يعني عم نحكي نحن مش بس عن الاشخاص الكبار بالعمر، حتى الاطفال اللي من حقهم يتوجهوا عم قاعده دراسه وللاسف عم نشوفهم هلا موجودين على طرقات، يمكن هذا الموضوع لازم نحد منه ونشتغل نحن كاعلاميين عليه حتى نقدر نوصل الرساله والصوت اعلى كمان. صحيح، كل فرد بالمجتمع كل حال فيها مدعو حتى يشارك بهالموضوع وبابسط التفاصيل. مشاهدينا ما تبخلوا بالمشاركه بمعلومه بخبر بضحكه، ما يعني من ابسط الاشياء، ما نكون بخيلين بالعطاء، لانه هيدي كمان علم، هيدي ثقافه، هيدي مشاركه، لانه اذا انت عندك معلومه صغيره وغيري عنده كلمه صغيره وانا عندي كلمه، كلنا سوا ايد بايد فينا نعيش سوا. فعلى امل انه الاميه تكون عم تنمحى اكثر واكثر. يعني للاسف وصلنا لمرحله ما بقى لازم نحكي بهذا الموضوع. صحيح. ما بقى لازم يكون موجود هذا الموضوع او حتى مجرد التفكير فيه يكون موجود، بس للاسف بعد. ولكن دائما املنا بيكون ايجابي بكل شيء بالحياه. صباح لبنان مشاهدينا اليوم بحلقه جديده، ساعتين ونص من الوقت بنترافق فيهم لحتى نطرح موضوعات كثير متنوعه وضيوف متنوعين مثل العاده. البدايه مع غاده شيخاني وفقره فتنس. غاده عم تتشيطن مؤخرا، عم تعمل رياضات اكستريم سبورتس، عم تعمل كثير قصص، ولكن ما بيخلى الامر من بعد التبس الرياضي، رح نشوف اليوم شو محضرت لنا. اكيد من بعد الرياضه رح نروح نحن وياكم مشاهدينا لفقره خاصه مع فيكتور عبود حتى نحكي نحن وياه اليوم تحديدا عن الحوادث المدرسيه ومخاطر مدن الملاهي. اكيد فيكتور عبود نائب رئيس جمعيه لاسا وعضو بجمعيه اليازا، وهذا الموضوع رح نتطرق له وخاصه مؤخرا بعد الحوادث اللي عم نشهدها بلبنان للاسف، اكيد ضمن فقره رود سيفتي. اكيد فيها منتابع كمان حلقتنا واولى فقراتنا الحواريه فقره اجندا، من خلالها بنستضيف دكتور حنا معلوف وهو المسؤول بالعلاقات العامه بكليه السياحه بالجامعه اللبنانيه، يلي دائما هالجامعه ناشطه لحتى تقدم جديد لكل الطلاب اللبنانيين. رح نحكي عن هالكليه تحديدا، عن كليه السياحه، اهميتها الجديده اللي عم تقدمه بالاختصاصات للطلاب، وخاصه انه نحن على ابواب عام دراسي جديد، فهيك بنكون عم نعطيهم فكره كمان يتوجهوا للجامعه اللبنانيه اللي هي دائما نمبر 1 بكل شيء بتقدمه. هيك بنكون عم نساعد على المعرفه ايضا، بما انه نحن موضوعنا اليوم محو الأمية. اكيد ضمن فقره السوشيال ايفنت ايضا رح يكون ضيفنا شاكر نون رئيس جمعيه بلدتي، حتى نحكي عن الموضوع يلي صار والمشوار يلي صار الاحد الماضي يلي كان من منطقه بنت عال، واللي رح يكون المشوار المقبل من اهمج لميفوق، اكيد هذا الموضوع ضمن دروب جبيل.
كمان بيا بينضموا لإلك بفقرة سوشيال إيفنت لحتى نحكي أكثر عن حماية التوعية من الانتحار. ضيفين ومين هني؟ أكيد رح يكونوا معي عبير حلاوي وباسكال نخلي. أكيد رح نحكي عن الانتحار وشائعة الانتحار اللي عم بتصير خاصة بين الشباب والمراهقين، وقديه هيدا الموضوع فعلا لازم نحد منه وكيف نوعي الأشخاص عليه أيضا. أكيد فقرة تانية هي فقرة ثابتة ببرنامجنا مع مايا نحول، فقرة نوتريشن، حتى دائما نكون عم ناكل كل شيء ولكن بطريقة صحية. وختام الحلقة بتنضم لإلي الإعلامية كارين بستاني لحتى نحكي عن إيفنت رح يصير نهار الأحد ب 13 الشهر ببادروز بفيترون، وهو دعما لمرض الـ ALS، حتى نكون عم نحكي عن الآيس باكت تشالنج اللي رح تضم فنانين ووجوه معروفة. يمكن صحيح بنعرف إنه هالإيفنت تطور وصار كتير منتشر على السوشيال ميديا، ولكنه هادف وعنده توعية بامتياز للحد من هالمرض. كل التفاصيل مع الإعلامية كارين بستاني بختام الحلقة. أكيد ناطرين هذا الموضوع كلنا وناطرين الفقرات كافة ضمن صباح لبنان اليوم، ولكن مثل العادة البداية بتكون مع غدا الشيخاني والرياضة. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهيدا الوقت. اكيد رود سيفتي هي فقره من الفقرات الثابته ببرنامجنا، وكتار بهمهم هيدا الموضوع، كيف اذا كنا عم نحكي اليوم عن المخاطر والحوادث المدرسيه يلي بعانوا منها الطلاب والتلاميذ، والمخاطر اللي بعانوا منها ايضا بمدن الملاهي واذا كانوا متوجهين على المدرسه. اكيد هيدا الموضوع رح نتابعه مع فيكتور عبود رئيس جمعيه لاسا ونائب رئيس جمعيه لاسا وعضو باداري بجمعيه اليازا. اكيد هالموضوع رح نتابعه سوا احنا وياكم. صباح الخير لك فيكتور، اهلا وسهلا فيك. لك ولجميع المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا فيكم. يا هلا. يعني مثل ما ذكرت اليوم الموضوع الاكبر هو الحوادث المدرسيه يلي بتعرض لها التلاميذ اذا كانوا متوجهين من البيت على المدرسه بوسائل النقل، اذا كانت خاصه بالمدرسه او اذا كانت وسائل نقل منا مامنه من خلال المدرسه، يعني الاهل عم بيودوا التلاميذ على البيت او في شوفير خاص عم بيودي التلاميذ على البيت. شو الامور اللي لازم نلتزم فيها كشوفير اوتوكار او شوفير عم بيودي التلاميذ على المدرسه بدايه؟ ليك تخبرك، نحن صارنا تقريبا مده طويله، يعني بحدود حوالي 10 سنين، عم ننبه وننور ونبرم على المدارس ونقول لهم وعم نلفت لهم نظرهم لاشياء كثير مهمه، لانه بتعرفي الاوتوكارات وكل ادوات النقل يلي هي فيها موتور فيها دوليب فيها كذا، مفترض فيها ينعمل لها صيانة، خاصة هلأ من بعد هالصيفية كل هالأوتوكارات وكل هالبساط وكلها توقفت. نعم. خلال 3 شهور بدها ترجع تجي هلأ لتنزل على الأرض عن أول هالجمعة أو جمعة الجاي يلي بتبلش فيها أغلبية المدارس. نحن الصور عم نشوفها عم تنقل قدامنا على الشاشة. نعم. للأوتوكارات يلي عم تنقل الطلاب على المدرسة. صح. يعني للأسف حتى في أوتوكارات بتترك الباب مفتوح يعني عم تنقل الطلاب. ما هيدي هلا اللي رح نوصلك عليها، وكان لقيتهم مخاطرهم هودي مثل هيدي مثل هيدي مثلا هودي أخطر شيء أخطر شيء أخطر شيء هن هودي البنات يلي بخلوا البواب مفتوحة. ووين بحطوا؟ ليك الأولاد اللي حاطينهم. نعم. هلا بسيطة هودي قاعدين 3 أولاد إلن عادي يقعد ولد وجلك يحط اجره هيك ليسكر الباب مشان لرفقاته ما يوقعوا، لانه يكون في عدد اكثر من العدد الموجود هلا. نعم. يعني هذا العدد تقريبا هلا في 15 واحد 20 واحد، إلن عادي يكونوا 30 بالباص يلي ما بيسيح اكثر ب 12 او 14 راكب. نعم. هون القانون كيف ممكن نطبقه مع القانون؟ القانون هيدا خاصة حزام الامان هودي. يعني هيدا واجب اذا القانون هودي سياره مثل هيدي دغري على الحجز يعني ما بيخلوها تنزل على الطريق. هلا مثلا مثل هيدا الباص يلي مرق هلا. نعم. هيدا الباص يلي هو الايديال، يعني الايديال يلي هو مزبوط بيطلع التلاميذ من باب، ولازم يكون في له باب بس من ورا ايمرجنسي، او بالاخر يكون في ايمرجنسي. ليه؟ لانه اذا ما في ايمرجنسي مبدئيا الحريق بيطلع من قدام، ما هو لمرة احترقت من ورا. نعم. بيحترق من قدام. هالحريق اذا صار من قدام هالباب هذا ما بعود يقدر ينزلوا هالولاد، شو بيعملوا فيهم؟ اولاد. نعم. لو انه كبار، لو تلاميذ كبار بال 17 و 18 و 20 سنه، من قال لك يمكن يكسر الازاز ويفز منه؟ معقوله.
بس هيدا والد ما بيقدر ينزل. بده ينزل بده يكون في له باب يلي بيقولوا له باب الطوارئ. صحيح. هيدا بكل سيارات العالم بما فيهم سيارات قوى الامن والجيش كله طلبنا منهم وكلهم عملوا باب الطوارئ، لان احنا صرنا قلت لك بحدود العشر سنين عم نحكي بهالقضايا هيدي وعم ننبه عليها. ليش؟ نحنا منحب الشغلة إن تحصل قبل وقتها، مش نخليها لتحصل ويصير فيها تتصير توقع الكارثة وبعدين نقول يا ريت. صح. ما بدنا توقع الكارثة، يعني هلأ بنوصلك على الكارثة لل مدد مدن الملاهي. نعم. يلي قديش كمان رح نوصل لهيدا الموضوع. لا 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 هلا رح نوصلك عليه بعدين. انه عليش عم نقول له مثلا هودي الاولاد. نعم. هيدا اخطر شيء للولد محطوط. اي ساعه لو صار ضربه فريم قوي ولا شيء شو بده يصير برقابهم هودي؟ يعني معناه تطق. نعم. طيب هون مين بده يعمل رقابه على التلاميذ بقلب الاوتوكار؟ هلا لا ها ليكي من ورا، من ورا هيدا عاملينه للباب. نعم. في باب من ورا لحتى الامرجنسي بينزلوا كلهم لا سمح الله بحال صار شيء بيكبوا الزر من عنده السائق بيفتح لورا. نعم. هلا في قانون من مجلس النواب طالع سنة 96 بيقول على كل مركبة مدرسية كبيرة يعني يلي فيها من 15 طالب لفوق لازم يكون معه معاون أو معاونة. هودي ضروري انتبه فيهن قانون مجلس النواب، يعني ما في حدا نكسره. نعم. إلا إنهم تاني. هلا إنهم تاني ما في، بالعكس بدهن إياه، بدهن قانون أكتر منه. ليش؟ لأنه السائق أول شيء بده يكون لائق، بده يكون مرتب، بده يكون ما يشرب دخان، بده يكون ما يحكي على السيلولير، وبده يكون حاطط حزام الأمان وما يكون عم يشرب ولا يتعاطى مطلقا 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 مع التلاميذ. ما أنا شغلته أنه يتعاطى معهم. ليه؟ لأنه هذا رجال كبير. نعم. شخص أو كبير يعني أدلت، يعني شخص أنه فوق 18 سنة فوق 20 سنة. طيب هل الأوتوكارات مجهزة بحزام الأمان حتى التلاميذ أو الطلاب يستعملوها؟ نحن عم نطلب، عم بقلك من العشر سنين لغاية هلا عم نطلب من كل المدارس حطوا أحزام. هل صار حتى الميني فان؟ صار عنا الفان هذا ضروري. الفان ما الدولة مبارح باللي حطته جديد كل الفانات لازم يكون فيها. هلا هني لح رح وصلك أنا ليش ما عم بحطوا حزام الأمان الفانات ولا البوستات. نعم. لأنه أي ساعة اللي حطوا حزام الأمان ما بيقدر يطلع إلا ولد على الكرسي. صح. بينما هو بده يحط ثلاثة أربعة على الكرسي، ما بده يحط ولد. ليه؟ من الجشع. يعني كيف شو الجشع؟ يعني بدهم يربحوا أكثر من ما هن عم يستهلكوا. نعم. هيدا اللي احنا بنسميه جشع. يعني اليوم أنا بعرف إنه هالولد دافع القسط تبعه كامل، ليه عم تقعد ولدين ثلاثة حد بعضه؟ لا يا أخي، يعني معناته عم تقبض المبلغ تبعك مرتين أو ثلاثة زيادة بالوقت يلي مفترض فيك تقبضه وقبضه عن ولد واحد. هذا مشان هيك ما بيحطوا حزام الأمان. هلأ نحن صار عنا تقريبا يعني مشكورين كتير، ونحن عم نشكر الباقيين وعم نشجع الباقيين، تقريبا بحدود 50 أو 60 مدرسة حطت أحزمة أمان بالبسيط تبعولها. التزموا معكم، هذا المهم يعني. كتير. نعم. وهذا المطلوب، وهذا نحن عم نكون مبسوطين ومرتاحين انه الشيء اللي نحن عم نزرعه وعم نلاقيه. ليه؟ عم نقول نحن كله هيدا لسلامة الأولاد والأطفال يلي موجودين بهالمركبة، لأنه حرام اليوم هالسائق هيدا وقت اللي بقول ليش قلت لك انه لازم يكون لائق وما يتعاطى معرض، هيدا زلمة مسؤول عن 30 أو 40 ولد، يعني في برقبة مثل بقولوا المثل اللبناني اللي بنقوله دايما نحن برقبته، في برقبته 30 ولد. يا عمي شخص اذا معك راكب واحد، اذا معك انت عم تتحملي مسؤوليته، كيف اذا كان معك 30 او 40 او 50 ولد بهالمركبة؟ يعني عم تتحملي انت مسؤوليتهم 100% ولو ضميريا. نعم. لو ولو لو 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 كان مثلا مش جزائيا ولا عدليا ولا هون ايضا بتوقع الاهميه الكبرى او اذا بدك المسؤوليه الاكبر على المدرسه، خاصه لما تعرف كيف تختار او تنتقي سائق الاوتوكار. لك هي معك حق 100% انه المدرسه مسؤوله اول واخر. هلا هن عم يجربوا بعد اوقات بيتهربوا منها، مش لازم المدرسه مسؤوله، لانه كل هالاوتوكارات بيقولوا لك نحن استاجرنا شخص بنزل اوتوكاراته. يا اخي شو شخص بنزل اوتوكاراته؟ ما منزل باسمك، هذا مش حاططه باسم اكس. نعم. هالاكس انت او ايجريك، هالايجريك انت معناتها مسؤول عنه، سواء
طلع ولا نزل او اي ساعه اللي صار معه حادث او شيء تجاه التلاميذ اللي موجودين بهالباص، انت المسؤول عنهم، مش واهم شيء كمان صاحب الاوتوكار، سائق الاوتوكار كمان لازم يلتزم بقانون السير، يعني ما يتخطى الاشاره الحمراء وما يسرع، ما يتخطى السرعه المحدده له ايضا، لان في معه تلاميذ. هيدي المتطلبات تبع السائق. نعم، هيدي متطلبات السائق ما يمشي. بعدين تكون هلا مثلا مثل ما حكينا هلا انه تكون الاوتوبيسات كلياتها عاملين لها تشيكينج، يعني على دوليبون، على فريماتون، على الزيت تبعهم، على كل شيء، لانه مثل ما حكينا من الاول انه صار لهم 3 أشهر واقفين. نعم. وعم تنزل يوم هلا على الارض جديد. الدوليب اهم شيء والفريمات اهم شيء، هودي الاثنين، لان هودي يلي بيعملوا الحادث المباشر. مدن الملاهي مثل ما عم نشوف نحن على الصوره، المدن الملاهي هي ايضا من اذا بدك المؤسسات اللي تدرج ضمن المؤسسات اللي بتمنحها البلديات رخص حتى تكون موجوده وتامن السلامه العامه للاطفال. هلا المؤسسات هودي كلياتهم مسؤوله عنهم الدوله، مسؤوله يعني عنهم اللي بسموها النافعه. نعم. يعني اللي هن بتعطيهم رخص مشان لحتى ينزلوا اوتوبيساتهم بالسوق، يعني مثلا هالاوتوبيس بيقولوا له انت هالقد لك حق تاخذ ركاب، انت هالقد لك حق تاخذ ركاب، حسب المركبه الكبرى وكل شيء، وحسب هي ما بتكون جايه من التصنيع تبعها يلي جاي لهون لحتى تكون هي. نعم. اللي حامله هالكميه هيدي من الاولاد. نحن كنا عم نحكي على مدن الملاهي مثل ما عم نشوف بالصورة، يعني حتى سلامة الأطفال هي مؤمنة لازم تكون داخل مدن الملاهي، وهون يمكن توقع المسؤولية الكبرى على البلديات، لأنه البلدية هي بالنتيجة عم تعطي رخص لهالمدن الملاهي حتى تكون موجودة. نحن لك تخبرك قبل ما صارت آخر حادثة، اللي صارت آخر حادثة بعلي سمعنا هلا معلش مش لازم كنا نسمي، لانه صارت بمنطقه جبل لبنان. نعم. بقى قبل ما صارت الحادثه انا كان عندي مقابله كمان على تلفزيون، زميلي لك صحفيه مثلك بتسالني مثل حضرتك بتسالني عن قصه مدينه الملاهي، وبنشرحها شرح كامل عن مدينه الملاهي قبل ما صارت الحادثه. اول شيء البلديات مثل ما قلتي حضرتك انه البلديات مسؤولين 100% لان هن عم يعطوا رخصه. هلا اليوم انا ما بيهمني اعطي رخصه بس، يعني انا بدي اعطي رخصه وبدي اتابعها. نعم. اذا بعطي رخصه بدون متابعه بكون ما عملت شيء. نعم. يعني وقت اللي بيعطوه رخصه لهالعدو مدينه الملاهي، وقت اللي بيقول انا بدي عندي هيك ما كان هيك ما كان هيك ما كان هيك، يمكن لكل لعبه في دفتر شروط لها، يمكن كيف لك بعدين كل ما كان مفترض انه يكون في لها عدد مراقبين. ليش؟ لانه بيكون المكنه يلي بتكون فيها خطوره بيكون عدد المراقبين والمسعفين، المسعفين يلي بده يسعف الولد اذا صار معه شيء، لانه حسب بعرفنا انه الاولاد وقت اللي تاذوا ما في حدا كان يسعفهم. هذا يلي زاد الطين بله، مشان هيك نحن اللي عم نقوله انه لازم تكون المواصفات كلياتها موجوده وحكينا فيها قبل ما يحصل الحادث. يمكن لازم يكون في بكل مدينه ملاهي منتدب، لازم يكون في مهندس، رئيس عن الصيانه حتى يشرف على المكانات من وقت للتاني، في كمان حدا يشرف على الكهرباء حتى كمان هالامور هيدي ما توقع وما يحصل كارثه ثانيه بلبنان وخاصه بمدن الملاهي، يعني قد ايش الجهات الرسميه كمان هي معنيه بهذا الموضوع ولازم تشرف على مدن الملاهي. نحن تخبرك يعني معك حق اللي عم تحكيه انت 100%، هودي كلياتهم اللي سميتيهم، هودي كلياتهم بيكونوا موجودين مع الرخصه، يعني اذا هودي مش موجودين ما بعتقد انه في بلديه بتمضي له رخصه، حيلا بلديه، حتى البلديات الصغيره ما بيمضوا له رخصه، اذا مثل ما اللي حضرتك حكيتيهم كلياتهم وسميتيهم واحد بوحده بدءا من الكهرباء لتوصل للمهندسين لتوصل للباقيين لكلهم اللي تبع الكراسي تبع الوقت اللي بتبرم كثير وقديش بتبرم وقديش سرعتها اللي بتبرم فيها، لان اذا بربت اكثر من سرعتها بتوقع الاولاد كلهم. بعدين الاولاد اذا كان حاطين احزمه امان او مش حاطين بالدوليب اللي بتكون مثلا شو اسمه فيها خطر. بعدين نحن بنجي بنقول وكل العالم بيقولوا يلا اولادنا راحوا يعملوا اوتوتوبونوز، شو اوتوتوبونوز يعني؟ يعني عربية عم تضرب بعربية. نعم. في خطورة بالكهرباء. صحيح بتقولي لي منا سرعة. إلى كوتشوك بقول لك كذا، بس رقبته شو إلها؟ ما إلها شيء رقبته عم تعمل هيك.
وقت اللي عم تعمل هيك اسألي حكيم عظم شو معناتها. هيدي اللي بدها تعمل هيك بدها تعمل له أرتروز بالمستقبل، يعني ما يصير ما بصير عبره 20-25 سنة ببلش هيدا كله من هالضربات هاو. بعدين ما بينتبهوا لها، لا الأهالي بينتبهوا لها ولا 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 المدن الملاهي بينتبهوا لها ولا اللي بيأجروا هالسيارات هيدي. ليش؟ لأنه مش لازم يخلوا مسافات طويلة بين بعضهم لحتى بحال بيضربوا ببعضهم ما تكون الضربة قوية تعمل له شوك على 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 رقبته للولد. خذ السيارات، فيش سيارة بقى لها أفوتات يعني سند للرأس؟ لا بحطوا لها سند للرأس. على كل حال يمكن لازم يكون في رقابة هون كمان من قبل وزارة الصحة حتى تهتم بسلامة الأطفال وتشرف على كل مدن الملاهي. طيب طبيعي السلامة العامة هي واجب علينا نحن بهالوطن، ونحافظ على سلامة أطفالنا كمان واجب أنتم كمان عليكم كمؤسسة اليازا وكنائب رئيس جمعية لاسا أيضا. شكرا لوجودك معنا فيكتور عبود، أهلا وسهلا فيك ويا هلا. شكرا، مرسي لكم انتم، مرسي. مشاهدينا متابعين صباح لبنان، برحب بكل الاشخاص اللي هلا انضموا لصبحيتنا. مثل ما دايما بنطلع لخارج الاستوديو لحتى نسلط الضوء على كل الموضوعات اللي عم تحصل بالبلد. برعاية وزير الصحة وائل أبو فعور وحضور رئيس الروتاري المنتخب جون جيرم، عقد المؤتمر الطبي للوقاية من شلل الأطفال وهو مرض البوليو، احتفالا ب 30 سنة من إنجازات الروتاري يلي هي دائما كانت رائدة مع بدء هالحملة من 30 سنة للقضاء على هالمرض القاتل، مرض شلل الأطفال البوليو. رح نشوف تفاصيل هالمؤتمر يلي حصل بأوتيل الحبتور بسن الفيل، كما أنه تخلى هالمؤتمر كلمة لرئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان دكتور طلال مقدسي يلي هو مثل كل المشاريع الهادفة والداعمة كان حاضر وداعم، وتحدث عن دور الإعلام بالحد وبالتوقيف هالمرض القاتل مرض شلل الأطفال البوليو. منتابع سوا هالتقرير ومنشوف جولة من خلاله على أبرز ما تطرق له هالمؤتمر. حملة القضاء على شلل الأطفال في نجاح كبير. لدينا 99.99% حالات أقل لشلل الأطفال الآن مقارنة ببداية الحملة عام 1992. إذن الأمور تجري على ما يرام ونحن قريبون، ولدينا مهمة يجب إنجازها معا، ومؤتمر كهذا مهم جدا لذلك. Here in Lebanon, I think we've now been doing it for. نحن نقوم بالحملة في لبنان منذ عدة سنوات، ونسبة المشاركة والتوعية عالية جدا. ونجاح الحملة يعتمد على التواصل مع المجتمع، ونحن نتواصل مع كافة الشرائح هنا، وهذا بالطبع يأخذ وقتا ومجهودا. فيجب توعية الأمهات حول كيفية حماية أطفالهم، وذلك وجها لوجه. Yes, I think we're very satisfied. نعم، نحن راضون جدا، لأنه يمكن أن نكون في حالة حيث لدينا الآلاف من الإصابات بفيروس شلل الأطفال في مختلف أنحاء المنطقة، وللحقيقة كان لدينا عدد قليل جدا من الحالات في بلدين فقط، وذلك لحسن تجاوب 8 بلاد أخرى. نحن اليوم الأحد 6 أيلول 2015 في بيروت في أول مؤتمر عن شلل الأطفال لمنطقة 2452 لنحتفل بالعيد 30 لبرنامج بوليو بلس. كأعضاء في جمعية الروتاري نؤكد دعمنا الكبير للحملة العالمية للقضاء على شلل الأطفال من خلال العمل التطوعي لوسائل الإعلام. وكل المبادئ لا تكفي، ما قد يكفي هو الالتزام، والالتزام هي كلمة تنطلق من أهمية شركاء علينا جميعا أن نكون بهذه الصفة. نعم، من هم هؤلاء الشركاء؟ الشركاء وهو المبدأ الأساسي الذي سننطلق منه هو مبدأ شراكة ما بين منظمات عالمية، ما بين دولة، وما بين مجتمع مدني.
I want to start by saying thank each of you. اولا اود شكر جميع الحاضرين. شكرا للعمل الكبير الذين تقومون به في مجتمعاتكم. فليس عملنا للقضاء على شلل الاطفال فحسب، ولكن نعمل ايضا على رفع مستوى العيش لإنقاذ حياة الناس وتحسينها في مجتمعاتنا. نحن هنا اليوم للحديث عن موضوع عزيز على قلبي، هو القضاء على فيروس شلل الأطفال. أنظر حولي في القاعة وأرى العديد الذين يتذكرون عندما اجتاح الشلل مجتمعاتنا، عندما كان الناس يخافون من أن يلعب أطفالهم مع أطفال آخرون بسبب الخوف من الإصابة بعدوى المرض القاتل الذي بإمكانه شل أو قتل الأفراد. أرى أناسا هنا قطعوا عهدا طويلا بهدف المساعدة على القضاء على شلل الأطفال عن وجه الأرض. إحدى هذه الشركات التي كانت من أهم شركائنا لسنوات عدة هي شركة سانوفي باستور، وعلينا الاعتراف بمساهمتها الفعالة ليس فقط بتأمين الطعم ضد شلل الأطفال، ولكن لمساهمتها المالية في نشاطات عدة منها هذا المؤتمر. لذا فلنشكر سوية سانوفي للعمل الذي قامت به بهدف مساعدتنا للوصول إلى الهدف. شلل الأطفال والبوليو ودور الإعلام، ويمكن إضافة شلل الوطن والأخلاق والمسؤولية الوطنية. يمكننا في لبنان أن نتغنى ونتباهى أن وطننا خالٍ من مرض شلل الأطفال، ولم تسجل أي حالة منذ أكثر من 13 سنة، وأن وزارة الصحة بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة يونيسيف والروتري قد قاموا بحملة تلقيح لجميع الأطفال دون الخامسة من العمر المتواجدين على الأراضي اللبنانية. ولكن المزعج ما سمعناه خلال 48 ساعة الماضية عن ظهور حالتين في أوكرانيا، وهذا كله ممكن بسبب تواجد بعض السوريين. ونحن في لبنان اليوم استوعبنا معلنا 1,500,000 سوري مسجل. أوروبا ترتعش، الحكومات تجتمع، رؤساء الحكومات يجتمعون لحل معضلة 200,000 لاجئ سوري إلى أوروبا. عدد سكان أوروبا يناهز 300,000,000 إنسان. لبنان عدد سكانه 4,000,000، وقد استوعبنا 1,800,000 لاجئ سوري حتى الآن. أين العالم؟ أين العالم؟ أين العالم؟ وسوف أزف بشرة إلى اللبنانيين اليوم أن تلفزيون لبنان سوف يبث فضائيا لتغطية الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وأستراليا ابتداء من 1 أكتوبر 24 ساعة على 24. إذن مؤسسات الأبحاث والدراسات عن سابق وتصور وتصميم، هذه المؤسسات اختصرت لبنان ب400 عائلة تقطن بيروت وبعض ضواحيها، كل حسب ما يرتئيه ومصلحته. تضع تلفزيون لبنان في أسفل القائمة عمدا، مع العلم بأن شركات دراسات عالمية أجرت إحصاء بإملاء قصيمة على الإنترنت اشترك بها 35,860 عائلة، مش 400، 35,860 عائلة خلال شهر تموز الماضي، بيّنت أن تلفزيون لبنان حصل على المرتبة الرابعة بفارق ضئيل جدا عن المركز الثاني. باخذ هاي المناسبة لأقول أنه أضع نشان على صدري، لأنه تصلني اتصالات من أقصى الشمال من فنيدق وعكار، ومن أقصى البقاع من الهرمل وجوارها، ومن أقصى الجنوب من مرجعيون وإلى خليل. تقول لي شكرا أعدت أولادنا إلى لبنان، والجواب وسؤالي لهم أين كانوا أولادكم؟ الجواب
في الشمال والبقاع كانوا يتربون على التلفزيون السوري أصبحوا يشاهدون تلفزيون لبنان، وفي الجنوب كانوا يتربون على التلفزيون الإسرائيلي فأعدناهم إلى الوطن ويشاهدون اليوم تلفزيون لبنان. وهذا شيء أفتخر ونفتخر به، لأنه لا يتسنى لأي وسيلة إعلامية أخرى أن تقوم بهذا العمل. هذا التلفزيون ممكن ولك يفتح ذراعي لاستقبال مسؤولي وزارة الصحة واليونيسف والروتري لإرشاد المواطنين وحثهم على تلقيح أبنائهم وبناتهم حماية لهم من شذى الأطفال. شكرا للروتري على اهتمامها بأطفالنا ورعايتها لمشروع التلقيح الضروري لحماية من هم دون 15 من العمر. عاش وطننا معافى من جميع أمراضه وما أكثرها. شكرا لروتري عاش لبنان. Dr. Maqdisi, we thank you for your courage speaking. We thank you for enlightening us. But Dr. Maqdisi has offered you all a golden opportunity. Number one, that the Lebanese TV broadcasting will go to another 20 million Lebanese outside Lebanon. So you will not be covering the 4 billion Lebanese inside the boundaries of Lebanon. It will spread to the Lebanese in Latin America, in America, and Australia, and that's another source for you. Also, he offered you, please come and work with us in your media campaigns for Polio Plus, and we will grant you all the facilities and all the help. We thank you, Dr. Talal, for a job which helping Rotary and helping your community. لمتابعة صباح لبنان، برحب بكل الأشخاص يلي انضموا لصبحيتنا هلا. مشاهدينا ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر تويتر @صباح لبنان وصباح لبنان على فيسبوك صفحة رسمية، حتى دائما نضل على تواصل ونطرح مواضيع بتهمنا وبتهمكم. أيضا حلقتنا اليوم غنية بموضوعاتها، وأولى الفقرات رح نتوجه فيها على الجامعة اللبنانية، الصرح يلي بيتوجه لكل فئات المجتمع اللبناني ودائما بقدم جديد، دائما بقدم لطالب اللبناني العلم يلي هو بحاجة لإله وبيكون بمتناول الجميع. اليوم رح نروح تحديدا على كلية السياحة والفنادق. مع ازدياد أهمية السياحة ووجود لبنان على الخارطة العالمية السياحية إن كان بالمنطقة أو حتى نسبة للعالم كله، وهو دائما جاذب سياحي عم بيكون على مر الفصول والأشهر وكل أشهر السنة، رح نحكي أكثر عن كلية السياحة والفنادق. بصيرنا استضيف بالاستوديو دكتور حنا معلوف، أستاذ محاضر بكلية السياحة بالجامعة اللبنانية، وحضرتك مسؤول بلجنة العلاقات العامة بكلية السياحة وإدارة الفنادق بالجامعة اللبنانية. صباح الخير. صباح النور، شو أخبارك؟ كتر خير الله. أهلا وسهلا فيك دكتور. حضرتك معنا لحتى نحكي أكثر عن هالكلية يلي سنة عن سنة النشاط عم بيزيد فيها، الطلاب صحيح عددهم كمان عم يضاعف وعم بيزيد، ولكن الأهمية العلمية وشو بتقدم للطالب هو يلي بيبقى الأهم ورح نحكي عنه اليوم. ولكن قبل ما غوص بهالموضوع وأحكي عنه دكتور، إذا بدنا نحكي شوي هيك overview على السياحة بلبنان، يعني برغم من كل الأحداث اللي عم بتصير بالمنطقة وحوالينا وحتى بلبنان، بعده لبنان جاذب سياحي، وبعد يعني السواح هو هيك بيستقطبهم لبنان. خلينا نحكي شوي عن السياحة اللبنانية وقديش بظل كل هالأوضاع بعدها مناضلة ومستمرة. يعني لبنان بيتمتع بموارد طبيعية الله عطيها، بينما البلدان اللي عم تنافسوا بالسياحة أغلبها اصطنعت الموارد تبعها لحتى تنافسوا بقى. هيدي قوة لبنان، بس إن شاء الله نحافظ عليها لحتى تضل. يعني هلأ لحد هلأ
بعد في شيء من هالموارد، بس إذا بقينا هيك ما بعتقد رح يضل في موارد طبيعية الله عطينا إياها لحتى نستعملها بالسياحة. السياحة بتضل يعني بكل الظروف، حتى هلأ الظروف الحالية، إذا السياحة الدولية أو السياحة الخارجية السواح الجايين لعنا من برا خفوا، بس في سياحة داخلية في لبنانية عم بيزوروا مناطق بقلب لبنان، فكرمال هيك تستمر وبتضل عنصر أساسي كتير باقتصاد لبنان. تعرف السياحة هي من أهم الركائز باقتصادنا، خاصة اقتصادنا مبني على الخدمات والسياحة قطاع أساسي بالخدمات، فكتير عنصر أساسي باقتصادنا وبفوت موارد كتير أساسية، كرمال هيك تنميته ضرورة. صحيح. دائما لما نحكي عن السياحة وإدارة الفنادق يعني صحيح الموضوع بيكون سهل على العلن، ولكن ما نعرف أدي هو في تفاصيل، أدي هو علم بحد ذاته، أدي هو دراسة، ومن هون التنمية اللي عم بتصير على الأشخاص اللي عم يدرسوا هالاختصاص بالجامعات كلها، وتحديدا خلينا نقول بالجامعة اللبنانية اللي بكلية السياحة وإدارة الفنادق هي رائدة وعم بتصدر للمجتمع اللبناني والعربي رواد بهالموضوع. خلينا نحكي عن أهمية هالكلية دكتور. أول شيء رح بلش مثل ما تفضلت بالاختصاص، يعني قبل كان الاختصاص سياحة وإدارة فنادق كانوا اختصاصات مهنية، ما كانوا اختصاصات جامعية. بعدين اكتشفوا بأوروبا وأمريكا قديش أهمية اختصاص السياحة وإدارة فنادق كاختصاص جامعي، كأبحاث، كعلوم لتقدم الجانب التقني والجانب المهني بالسياحة. فما بكفي الجانب المهني والتقني والمهنيات والمدارس التقنية. هون كلية السياحة هي أول كلية بلشت بالاختصاص بالجامعات، بين الجامعات الخاصة وال يعني نحن كنا جامعة رسمية من أول الكليات اللي بلشت باختصاص السياحة وإدارة الفنادق بسنة 97. وهلأ بإحصاءاتنا كل سنة بنعمل إحصاءات، كل خريجينا عندهم فرص عمل، فما في ولا خريج قاعد ببيته ناطر فرصة عمل وعم بيقول إنه أنا ما إلي حظ لاقي شغل أو شيء، لأنه هالاختصاص هيدا إذا عرفت تعد الطالب ليلاقي فرصة عمل ممكن يلاقي فرصة عمل بلبنان أو بالخارج، فطلابنا منتشرين بكل العالم. يمكن لأنه هالاختصاص يعني بسوق العمل هو المربح أكتر شيء، ويلي كمان اقتصادياً بيكون هو اللي عم يفوت أموال أكتر شيء، خلينا نقول مشان هيك يمكن فرص العمل متاحة كمان إلى جانب العلم يلي بيكتنزو الطالب يلي بياخده من عندكم. هلا احكي عن نظام الدراسه، لان انا بعرف كمان انه في ليسانس، ومن بعد ليسانس في الام 1 ام 2 ماستر، ما بعرف كيف بيتقسم. خلينا نحكي عن الاختصاص بدايه بحد ذاته قبل ما نغوص بالشهادات الاعلى. نحن عندنا ثلاث اختصاصات بالجامعه اللبنانيه، اختصاص اداره الفنادق، اختصاص السياحه اداره السياحه، واختصاص الارشاد السياحي. هودي على مستوى ليسانس اللي هو ثلاث سنين، يعني بده يكون طالب قبل عنده بكالوريا او ما يعادلها، يعني بالدوله معدلين له اياها، في فوت على هالاختصاص من الاختصاصات بعد امتحان دخول. بعد هالثلاث سنوات هودي اذا اخذ معدل فوق 12 20 ممكن يتقدم على الماستر، والماستر هو ام 1 ام 2. يعني الام 1 شرط انه يكون عنده 12 على 20 بمعدل عام بالليسانس، اذا بالجامعه اللبنانيه باختصاصات سياحه اداره فنادق او اداره الاعمال وما يعادلها في يتقدم على الماستر. اذا من جامعه خاصه بدنا معدل 14 20 مش 12 20 ليحق له يتقدم على هالاختصاص على الماستر. هلا من الام 1 للام 2 عندك كمان احتمالين، ام 1 ام 2 مهني او ام 2 بحثي. الام 2 المهني بده يكون عنده معدل كمان 12 20 ليقدر يتابع له، والام 2 البحثي بده يكون عنده معدل 13 20، واكيد في امتحانات بالحالتين، امتحانات شفهيه وامتحانات مكتوبه. دكتور هون بالماستر وقتها نحكي كمان بكليه السياحه واداره الفنادق بالماستر بختام الدراسه لازم يتقدم البحث مثل ما هو، او كمان بالجامعات الخاصه اوقات عم نسمع بشيء اسمه اكزيت اكزام، يعني التلميذ بيعود عن انه يقدم كتاب او هالبحث يلي بيقوم فيه وبيعمل اكزيت اكزام وخلص، ولكن هون اكيد ما بيخولوا كمل للبي اتش دي. الجامعه اللبنانيه ولا مره تبعت اساليب دكاكين،
الجامعة اللبنانية جامعة الدولة ما بدها زباين، ولا مرة برمنا على الزبونات، ولا التلميذ ما له زبون عندنا، يعني جامعة رسمية تلميذ بيسعى لنا لأنه بيعرف مستواها فما في مخارج للمشاريع الأبحاث لحتى يكون أبسط على التلميذ بس ليطلع ياخد ورقة اللي هي شهادة، لا بده ياخد شهادة إلى معنى، شهادة إلى مستوى طبعا. فهيدا بميز الجامعة اللبنانية عن معظم الجامعات الأخرى بلبنان. مثل ما ذكرنا لتقدم لهالاختصاص هو له ثلاث فروع أو ثلاث اختصاصات تندرج تحت السياحة وإدارة الفنادق. شو يعني عم شوف بغير جامعات كمان هالاختصاصات، شو يلي بيميز تحديدا بالكوريكولوم بالنظام الدراسي لهالثلاث سنين يلي طالب عم بيمضيهم؟ هون خلينا أحكي عن الليسانس. نعم، نحن بكل برامجنا منتبع تحديث مستمر، يعني تحديث مش بس نحن بيطلع بينا نحط مادة بنزيد مادة، لا بالتعاون مع جامعات أوروبا في عنا كتير مؤتمرات بنشارك فيها بهالإطار هيدا، وبيتحدثوا البرامج مع جامعات أوروبا البرامج مشتركة، فعطول في updating للبروغرامز حسب الحاجات السوق، ونحن عطول ندرس حاجات السوق لنشوف شو بحاجة لأشياء مواد جديدة تفوت على هالبروغرام لحتى هالتلميذ إذا فات على سوق العمل يكون بالفعل بمركز صحيح وبوضعه اللي لازم يكون فيه، يكون مأمن له كل شيء. الجامعة وين مركزها وكيف كل الأشخاص اللي بدهم يتوجهوا لها هيك إذا فينا نعطي directions لحتى يعرفوا وين موقعها وكيف فيهم يتواصلوا معكم؟ في ويب سايت، في تليفون، ما بعرف كيف بصير التسجيل من هالناحية. كلية السياحة بالجامعة اللبنانية مركزها بنزلة سلطان إبراهيم قريب على السفارة الكويتية، هي فرع واحد ما في غيره، فيه تلاميذ من كل لبنان من كل الفئات المجتمع اللبناني، منا حكر على حدا ابدا مثل كل الجامعه اللبنانيه اللي هي جامعه وطنيه. يتواصل معنا هو في رقم التليفون تبع الكليه اللي هو 01-85-72-85. تقديم طلبات للماسترز لحتى يعرفوا، هلا الليسانس خلصوا تقديم طلبات بلشوا بالامتحانات الدخول، الماسترز تقديم طلبات مستمر ل 10 ايلول، ل 10 هذا الشهر قبل الظهر اكيد يعني تقريبا بعد عندهم يومين لحتى يقدروا يلحقوا حالهم للخميس تقريبا. نعم، له مفتوحه المفتوح مجال لطلاب اداره الفنادق، السياحه، الارشاد السياحي، واداره الاعمال وما يعادلها. يعني لازم نذكرهم هون انه لازم يكون معهم معدل 12 على 20 اذا كانوا من الجامعه اللبنانيه، و14 على 20 اذا كانوا من جامعات خاصه. ليه المعدل مغاير؟ ليه هيك انتم يعني حريصين انه الاشخاص اللي جايين من غير جامعات مش من النظام الدراسي من عندكم يكون الجي بي اي او العلامات يلي لازم يحصلوا عليها اعلى كمان؟ لانه معدل 12 20 بالجامعه اللبنانيه اصعب بكثير من معدل 12 20 اللي بيحصلوا تلميذ جامعه خاصه. كمان هيك 12 20 عندنا او 14 20 بالجامعات الخاصه اللي نعم. إذا بدي أرجع أحكي كمان لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا ومهتمين بليسانس كمان، قلت إنه فات الأوان صاروا بامتحانات الدخول عادة كل سنة، يعني إمتى بينفتح الباب حتى يلي ما لحق السنة أو يلي يمكن بعده بالمدرسة ترمينال لحد يحضر حاله للسنة عادة الجاية؟ ببلش بجون بأول بحزيران بيستمر ل 3 أيلول أو أكيد بأب في شهر العطلة بالجامعة اللبنانية باستثناء شهر أب. وعادة الأبواب دراسة إمتى عم بآخر أيلول بنبلش نحن، من أول الكليات اللي بنبلش، لأنه عادة بأيار بيخلصوا السنة الدراسية ليبلشوا بالتدريب المهني لحتى يفوتوا على تدريب أربع شهور ليخلصوا هالتدريب ويرجعوا يكفوا سنة تانية. نعم دكتور، لكل الأشخاص اللي عاملين يمكن اختصاصات تانية وعبالهم يعدلوا شهادتهم ويكملوا، يمكن عاملين اختصاص معين ويمكن بيقول لك بدي كمل ماستر، بتساعده أكثر يمكن بحكم شغله او عنده هوم بزنس او بتساعده اكثر انه يكمل بهالاختصاص، بس هو يمكن الليسانس تبعه عاملها بغير اختصاص، بصير في تعديل لشهادات من هذا؟ اذا لجنه المعادلات بوزاره التربيه عدلت له اياها باداره اعمال او اداره فنادق او سياحه، اداره سياحه، هيدا ساعتها بيقدر يفوت مثل انفورماتيك دو جيستيون، بيعدلوا له اياها اداره اعمال، في يفوت على هالاختصاصات هودي، كل شيء بيتعدل باداره اعمال او باداره فنادق او اداره سياحه. والبروسيدور بتصير بالجامعه عندكم او لازم تنعمل بغير مكان؟ المعادلات بتصير بوزاره التربيه بلجنه المعادلات، وهو بيجيب المعادله تبعه مع اوراقه على
يقدم طلب مع حتى ياخذ الاكسبتنس ليتر من عندكم ويكون ينضم للجامعه. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله دائما الجامعه اللبنانيه بتضلها رائده مثل ما دائما عودتنا ودائما بتصدر الافضل للبنان ولكل العالم، وهذا اللي اثبتته بكافه الاختصاصات وكمان تحديدا بكليه السياحه واداره الفنادق. انا بدي اشكر وجودك معنا. انا بشكركم على اتاحه الفرصه لحتى نخلي الناس تعرف على بعض الاختصاصات اللي يمكن بعد في بعض الناس ما عرفت عنها. هذا اكيد واجب تلفزيون لبنان انه يكون بخدمه كل اللبنانيه مثل ما الجامعه اللبنانيه هي بخدمه كل لبنان. شكرا لك دكتور حنا معلوف، مسؤول بلجنه العلاقات العامه بكليه السياحه واداره الفنادق بالجامعه اللبنانيه، كما انك استاذ محاضر بهالكليه بالجامعه نفسها. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا بريك صغير بيفصلنا عن متابعة صباح لبنان. بعد الفاصل ضيفي هو شاكر نون مؤسس بلدتي ورئيس جمعية دروب جبيل لحتى نتابع مشوارنا معه بهالسلسلة الحلقات اللي عم ترافق فيها معه لحتى نحكي عن لبنان الأخضر. بريك صغير وصباح لبنان بيتابع نو زابينج، خليكن معنا. نرجع مشاهدينا لحتى نتابع صباح لبنان. برحب بكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لصبحيتنا، نحن متابعين بموضوعات متنوعة لليوم من الجامعة اللبنانية وموضوع كلية السياحة وإدارة الفنادق. رح نبقى بموضوع السياحة وندخل على قرى لبنان ونحكي أكثر عن مشروع أخضر. بسلسلة حلقات عم نترافق فيهم مؤخرا بالأسبوعين الفائتين واليوم للمرة الثالثة بتكون معنا المهندس شاكر نور رئيس جمعية بلدتي. صباح الخير. أهلا فيك. شو أخبارك؟ يعطيك العافية. ماشي الحال. رح انطلق بما أنه كنا عم نختم عن الجامعة اللبنانية ونحكي عن كلية السياحة وإدارة الفنادق، خلينا أحكي مع حضرتك كونك كمان استاذ محاضر بكلية الهندسة بالجامعة اللبنانية. اليوم هالمشروع ما بيبعد أبدا عن مشروع دروب جبيل والمشاريع يلي عم تقوموا فيهم لتنمية السياحة الخضراء بلبنان. اليوم أداء الهندسة وهل خليني أحكي عن هالاختصاص تحديدا هو أساس لحتى نقدر نبني صح ونكون عم نحيد ونخلي مساحة خضراء نقدر نتنفس فيها بلبنان. بفتكر هيدا مثل حلو اللي فرجته وزارة كلية السياحة عن كيفية مواكبة فرص العمل شو الموجود لما يضل فيه البعد بين الجامعات والمتخرجين وبين سوق العمل طبعا. والسياحة اليوم سوق فاتح وخصوصا السياحة البيئية اللي أخذت 60% من السياحة الإجمالية. كلية الهندسة اللي كمان بدي أقول منا كتير بعيدة، نحن من تقريبا من 5 سنين أدخلت كلية الهندسة المعمارية كل شيء له علاقة بالهندسة الخضراء أو Sustainable Architecture، واليوم التلاميذ من السنين الأولى ببلشوا يفوتوا على هالمواضيع يلي كانت بالنسبة للمهندسين إذا بدك رعيل للستينات أنه أنت عندك صنفين هندسة، في الهندسة التقليدية والهندسة الخضراء. نعم. اليوم ما فيها المفهوم، في مفهوم واحد، أنت لما بترسم ولما بتخطط الهندسة المستدامة تبدأ من التخطيط. مش أنا بس بخلص وبعمر وبعدين بشوف كيف بلزق السولار بانلز وبلزق الطاقة الشمسية لكون عم بواكب هالموضوع. وهيدي أهمية المهندس ودوره للمهندس. أنا بدي أقول لك أنه من حوالي الشهر كنا مع هيئة المعماريين العرب يعني بالأردن، كانت مع نائبة المهندسين ودكتور أنطوان شربي اللي هو بيترأسها لبناني هالمرة، وكنا كان الموضوع المدن الخضراء، وبتشوف أنه كل القطاعات بما فيها الجامعات عم تدخل على موضوع المدن الخضراء وعلى موضوع الأخضر وعلى المعايير لما تفلت هالمعايير وتروح على الموضوع التجاري ويصير استغلال للأخضر بغايات غير الغايات يلي منتوخيها هون على الموضوع. خليني أحكي الثقافة والتعليمي وكيف يدرس، ولكن أنا بدي أشوف على أرض الواقع قد يطبق هالموضوع، قد عم يطبق بلبنان وخاصة مع الجيل الجديد. يعني عم نحكي من السبعينات ثمانينات، يعني من المهندسين يلي هلأ صاروا مخضرمين، صاروا هن يلي إذا بدك العالم بتوثق بإدارتهم، قد عم يطبق على أرض الواقع بلبنان. كنا بالحلقة السابقة طرحنا مشروع دروب جبال يلي عم نعمله مع البرنامج الوطني للتطوع، وبدي أقول لك أنه تغير مفهوم التطوع، وبدي أقول لك نوعية المتطوعين تغيرت. بهال50 متطوع اللي كانوا من منطقة جبال من كافة قرى جبال من 20 ضيعة بجبال
بدي اقول لك انه نسبه عاليه جدا منهم كانت مهندسين، كانوا بزنس، يمكن عم بيعملوا بزنس ادمنستريشن، يمكن عم بيعملوا محامين. في كتير اختصاصات كانوا بس عندهم اهتمام بالتطوع وبالتنميه. فاذا كل الاختصاصات، لانه التنميه هو مفهوم عام جدا، بس لما بتحكي بالتنميه هي شغله معقده وبدها كل الاختصاصات صحيح. يكونوا داخلين على مستوى التطوع، وصار عندنا نسبه متطوعين عندهم باك جراوند ماكن. موضوع الانترنت صار بديهي، موضوع الريسورس صار بديهي، هلا قطعنا على مرحله التخطيط، وهون اهميه انه يكون متطوع عنده هالباك جراوند القوي يكون عم بفوت على التخطيط. وهيدي رساله للبلديات تبلش تستفيد منها الشباب، لانه هودي الطاقات نحن بنعرف البلديات ويعني وقله امكانياتها بموضوع العنصر البشري. اليوم لما بيكون بضيعه في عندي انا 100 شاب 150 شاب وبنت، عم نحكي هودي طاقه بقدر انا اوظفها بكتابه مشاريع، تنفيذ مشاريع طبعاً. ودروب جبال يلي عم نجرب نعطيه المثل صحيح. ويلي عم بيتنقل، نحن هالمتطوعين خلصوا 30 ساعه تطوع، واليوم صاروا يمكن لثالث احد عم بيختبروا هالضياع، وكنا ببنتي بعد فرجين من بنتي على كيف كان المشوار. أو محمية رائعة، أول شيء من أولى المحميات بلبنان، محمية شوي متروكة على جنب، يمكن رغم الجهد رح تتفاجأ أنه ده في أول شيء العنصر البشري بالمحمية وهالشباب وده محمسين عاملين إنجازات رائعة، يعني الباركس، الألعاب، السيفتي، يعني فيها عائلة تطلع تقضي نهار بكامله رائع جدا. بدي وجه لهم تحية، وكانت مشوي كتير حلوة بهالأحراش يلي بدي أقول أنه بنتاع مؤخرا كانت عم تمرق على الأخبار، لأنه كانت مهددة شوي بشق طرقات ومشق طرقات بمحيطة. بقى بدنا نقول أنه أهمية هالمناطق الخضراء وده لازم نحافظ عليها، مش بس أصحاب المحمية، هيدي كمان صور جوية أخذناها في الطيارة أكيد عم مع المشاهدين بصور. هيدي بنتاعل صوب البحر، وهيدي بنتاعل صوب الجرد، وفينا نقول أنه بنتاعل يعني 10 دقايق من جبال أنت بتكون ببنتاعل، عم تكون بمحيط أخضر رائع، ومن بنتاعل بتكمل فيك تكمل لحديت عناية، ومن عناية أكيد تكمل على أهمج، ومن أهمج على لقلوق. فإذا طلعت على جرد جبال من هالطرف يلي هو أخضر، يعني قديه حلو هالمشوار اللي بيمرق بصومعة القديس شرب بين كل هالمناطق الخضراء. شكرا. قديه التأس اللي عم بمر فيه لبنان هلأ، أكيد ما بدي أحكي عن مشكلة النفايات اللي كمان بتزيد سلبا على هالموضوع، ولكن التأس اللي عم نمر فيه كمان هالأسبوع مع هالعاصفة الرملية اللي عم تجتاح لبنان، قديه بيأثر على المساحات الخضراء وبيكون مأزي يمكن؟ لا لا تعرف لك الطبيعة هي تعرف ترجلش حالها. هلا احنا اوقات بنشوفها شوي اكستريم، بس انا قريت مقالات بتقول انه هالنوع من الطقس قديه مفيد لقتل الحشرات انا عم بحكي ما بدي الناس تاخد انه كتير متفائل، بس بدي اقول حتى بالجانب السلبي لهالنوع من الطقس ضروري يمرق سايكل بالسنة، يمرق على هالمرحلة هيدي ليقتل هالبكتيريا وهالحشرات يلي بتكون مضرة بالمزروعات. هلأ ولكن قديه في مخاطر انه فينا نوصلها، يمكن الحرايق يلي بتتزايد مع هالطقس الرملي يلي كمان مشوب، وهون في تخوف من الحرايق. خلينا نقول انه يوم يومين نحن اللبنانية منزيد النق شوي، يعني اذا شتت الدنيا منقول عاصفة انه شت بتشتي عادي بالايام الشتوية بتشتي عادي. هل يوم يومين من هالنوع معودين على الرياح الخمسينية وعلى هلا الاحتياط واجب كل الوقت، وانتبه مش هيدي المرحلة اللي خطرة للحرايق، تشارين هي المراحل الخطرة لما بتزيد الرطوبة وبتكون يعني عم تتخمر. هون الوقاية كمان أوقات ما بتفيد، وحتى بدك ملاحقة على الموضوع. يعني مثلا امبارح انتشر خبر وبعده لليوم مستمر بمنجز بعكار في حريق نشب وبعده مستمر لليوم، وما عم يقدروا يحصروه أو يوقفوا. أو هون الاحتياط، أنا باخد بنتاعل كمثال، بدي أقول لك أنه عندهم خزان ماء كتير كبير، مدين انستراسيون ثابتة بقلب المحمية، أخدين نقط السكورة مطرح ما بتطلع الماء على الجي بي اس، ومزودين الدفاع المدني فيها، وعندهم سيارة يعني جاهزين بأي حالة طارئة، مش بنقعد نلتهي ساعتين تنمد البريش يوصل الستار، لا هيدي غابة محضرة. طب انت عندك غابة بتتفاجأ اذا في حريق. اوكي يعني هالمخطط اللي عم تحكي عنه انه في تجهيز مثل ما عم تقول ببنتاعل، هون المسؤولية على مين توقع؟ يعني لازم البلدية تكون مسؤولة عن هالموضوع، وزارة الداخلية، مين
الجهة المسؤولة لحتى تكون مهيئة لمواجهة هيك كوارث طبيعية. برجع بعطي بنتي على المثل يلي يمكن هي أقل محمية بتحظى بالتمويل وأقل محمية بتحظى بالاهتمام، وبرضه لقوا أبواب كتيرة بجهد فردي. في كتير مشاريع بتقدم هالنوع من المشاريع، استفادوا من مشروع بلدي مؤخرا ببعض التمويل لهالأشياء، بس هودي أشياء بسيطة. يعني أنت عم تحكي عن قساطر مي وتمديدات، نعم. يعني هو منهم هن العبء الكبير. البلديات ما بدنا نكب كل شيء عليهم، بس بدي أقول أنه لا، في بلديات اليوم بإمكانيات كتير قليلة وعم تقدر تعمل إنجازات. هذا منه عذر دايما أنه ما عندنا إمكانيات. أنا بقول لك العنصر البشري مهم كتير. نحن انتخابات البلدية معروف كيف تتركب وكيف تنعمل وشو بتفرز، ما عم تفرز فريق عمل قد ما بتفرز صفة تمثيلية، وهيدي مع احترامي للصفة التمثيلية. يعني اليوم أنا شو بيفيدني إذا شخص بيمثل أكبر عائلة بالضيعة وما عنده أي خبرة بإدارة مشروع أو أي خبرة بتنفيذ إدارة كارثة أو إدارة أزمة. هذا موضوع نرجع فيه سيرك الفيسيو مثل الانتخابات الثانية يلي دائما الشعب عم يعمل الخيار الخاطئ. الخاطئ للأسف، لأنه عم بيكون في توجهات ما بدي فوت بها. لا خلينا نعوض بهالمتطوعين، هذا اللي بدي أوصل له. ولكن إيه بدي أحكي عن المتطوعين يلي فيهم يعوضوا عن هالنقص وعن هالفجوة يلي عم بيكونها الجسم السياسي والأشياء المتوجهة بالإدارات وبال. يعني رسالة بكل محبة لرؤساء البلديات يلي غير قادرين يديروا هالنوع من الأزمات، بكل محبة ما تسكروا بوابكم، افتحوا بوابكم، استضيفوا هالشباب وهالصبايا، ضموهم لعندكم، خلي البلدية تكون خلية نحل، وهودي شباب متعطشين انه يعملوا شيء لضياعهم. ما توقفوا عند الحزازيات، هيدا ما انتخبني وهيدا مش من عائلتي وهيدا ما بعرف شو، هيدا طويل يعني وهيدا مش بس أصير. انفتح الابواب لحتى نطعميهم على احدين للانتخابات، انفتح الابواب بعدين بالبلديه حتى يكونوا فاعلين وبلا المناقش وبلا صح الباكج ميل يلي بتتوزع. يعني شيء بيلفتني انا هالقصور البلديه اللي عم نعملها بالضيعة يلي جميله جدا، بس اوقات الضيعة بيبقى ما عندها الامكانيات. انا بفتكر القصر البلدي بيعمر 10 معامل وعشر فرص عمل، خلينا على القليل نعمل القصر البلدي مبروك والله يوفقكم، خلينا نستفيد منه ونعبيه بهالشباب وهالصبايا ونفتح لهم الباب وحاج ضغطينهم وحاج يعني نعرف شوي نسلم ونستلم. في جيل لازم يسلم ولازم نستفيد ونتكامل. نحن الخبرة إذا بدك والصفة التمثيلية مهمة كتير. هالناس هودي يعني عظيمين جدا وبحاجة لإلهم، كمان بحاجة لناس قديرين إداريا، وكمان هالجيل الصغير ما كتير يتعدى العملية. كمان أنا بحب عملية الأدبيات، يعني جيل يحترم جيل طبعا. نحن هالعنصر الشاب يلي بيبقى متحمس هذا ما بيسمح لك إنه إذا أنت كفوق تتطاول على بيك وعلى أمك يلي ربوك، يعني هيدي كفاءتك خليك بحجم الاحترام، وهيك ساعتها المجتمع كله بيستفيد منكم اثنيناتكم. يعني مضبوط، أوقات التلميذ بيتفوق على أستاذه ولكن دي قالب الاحترام وقالب القواعد الاجتماعية. لحتى اختم، هلا عم تحضروا لمشوار كمان من سلسلة مشروع دروب جبال جزين. من اهمج لما يفوق او جزين، مين قبل؟ بين البوستر ولا انا عم شوف غلط؟ هيدا البوستر، يلا هات لنشوف البوستر مع المشاهدين البوستر على الهواء. صحيح، البيكاتون، بيكاتون جزين للسنة الرابعة. يعني جزين قبل اهمج وما يفوق؟ لا جزين هي ب 27 شهر، بس هلا عم نقول لهم لانه هيدي بدها تحضير اكثر. اوكي، بقى جهزوا بسكليتاتكم، جهزوا حالكم، النقل رح يكون مأمن من كل المدن اللبنانية، ومثل كل سنة مع اتحاد بلديات جزين ومع جمعيات يعني صارت مثل الإخوة نحن ويان، وهيدا أهمية المجتمع المدني يلي يعني يعطي مثل. أنا هون بيخدها مدخل إنه المجتمع المدني يلي كل جمعية بتحارب باقي الجمعيات وكأنه يعني الحرب الضروس يا محلى الحروب بين الدول، خلينا نقول هيدا مثل إنه قطع جزين، بس نقول انه فيكم تفوتوا على بايكاتون.اس وتاخدوا كل التفاصيل عن بايكاتون جزين. لازم تكونوا مجهزين لانه الانطلاق الساعة 9 رح يكون من ساحة جزين، نعم. ورح نمرق فوق العشرين ضايعة من جزين، وما بدي خبرك وبكرة الصور بتشهد كيف عم بيلاقونا بهالضياع وكيف نعم. بيستقبلونا، وعم تعمل احلى مشوار من جزين لريمات. حلو. قريب عشر صيدة. كتير حلو على الحال. كمان سلوغان تاعو ندرجه. هالإيفنت رح يكون برعاية وزارة السياحة أكيد، وإشراف الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية. لكن متى؟ ب 27 سبتمبر. 27 سبتمبر تسجيل ضروري، لأنه هو بدي ذكر أنه مجاني بالويب سايت، مجاني بايكاتون.اس أو نفوت على بلدتي.com ونشوف البوستر هلأ على المين بيج. فرح العطاء، يازا، جمعة لبنانية، لاسب،
محاربون بلا حدود، يعني هالجمعيات يلي صرنا اكثر من اصدقاء وكل واحد عنده اختصاصه صح. بس عم نلتقى على هالنوع من المشاريع يلي بتقرب الناس اول شيء لاهدافنا. كل جمعيه رح تكون بكل ضيعه عم تخبر عن اهدافها، بالاضافه لبلديات الضياع رح تكون مجهزه هالضياع، وهالوفد يلي عم بيتخطى ايام 700 و800 بسكلات تخيل عم تتسكر الطرقات بكل حمايه وبكل ضيعة عم بيوقفوا ويستقبلون ويسمعوا عن قضيه من هالجمعيات. حلو، لحتى اختم معك شاكر اهمج لما يفوق ايمتى؟ هالاحد نحن استكملوا المتطوعين 30 ساعه تدريب تيوري وهلا هن بمراحل يزودونا على الويب سايت بمعلومات عن ضياعهم. بدي اقول مش بس لمتطوعين جبال، لكل لبناني حابب انه يساهم، وهذا موضوع التطوع. نعم. نحن خلقنا هالبورتل هالويب ابلكيشن يلي اسمها بلدتي.com يلي عليها فيك تفيد ضيعتك ولو كنت بكندا وبامريكا وين ما كنت. والمرحله هلا الحاليه المتطوعين عم بيزيدوا على بلدتي بليسز، بتفوت على ضيعتك لنقول كنا باهمج، بروح على بليسز وبزيد كل المواقع يلي لها علاقه بالسياحه باهمج، مركز البلدية، الغابة، المطعم، ليش لا روجوا لمطاعمكم لأوتيلاتكم، لكل الانفراستراكشر اللي موجودة بالضياع. الأحد رح نكون عم نمشي من إهمج لجيج للقطارة لميفوق، تخيل عم تقطع أربع ضياع بهالجرد، ومن ضيعة لضيعة عم تشوف مناظر ولا أروع. ورح نختمها بمركز بلدتي بميفوق اللي يكون هو الكامب هونيك، الشباب رح يكونوا محضرين فودوكا ورح يكون اذا بدك جوجلة لكل هالخبرة اللي اخذناها بهالضياع. حلو كتير، انا بدي اشكر وجودك معنا لانه من اسبوع لتاني الوعي بهالموضوع عم بيزيد عنا بسبب المعلومات وبسبب الوعي اللي عم بتحاولوا تنشروه، عم نحاول قدر المستطاع انه نشاركه مع كل المشاهدين. شكرا لك المهندس شاكر نون، يهلا. ميرسي لك، يعطيك العافية. مشاهدينا صباح لبنان، بتابع بعد الفاصل بينضم لزميلتي بيا ضمن فقرة سوشيال ايفنت عبير حلاوي من امبريس فاونديشن والبسيكولوج باسكال نخلي لحتى يحكوا عن حملة التوعية من الانتحار. الحياة بتحرز وبتلبق لكل واحد منا، رح نعرف تفاصيل بعد البريك، خليكن معنا. ضمن فقرة سوشيال ايفنت متابعين صباح لبنان، ووصلنا على فقرة يمكن للأسف انه نحكي فيها، ويمكن من المخاطر الأكثر انه ما نحكي فيها. لازم نحكي يمكن عن 121 حالة انتحار عم بتصير بلبنان، وقد ايه فينا يمكن نحن نكون عم نوعي هالأشخاص ضمن مسيرة رح تكون ب 13 أيلول بتحمل عنوان أكيد رح فيق، والمسيرة تحت عنوان مع طلوع الفجر. أكيد ضيوفي رح يكونوا أكيد عبير حلاوي اللي هي متطوعة بإمبريس فاونديشن، و أكيد باسكال نخلي الأخصائية بعلم النفس حتى نضوي على الموضوع الانتحار اللي عم بيصير. صباح الخير لكم واهلا وسهلا فيكم. صباح يعني النور. خليني بدايه ضوي على الحمله اللي بتحمل عنوان اكيد رح فيق، والمسيره رح تكون الساعه 5 مع طلوع الفجر تحديدا نهار الاحد ب 13 ايلول. ليه هالمسيره تحديدا وهيدا للسنه الثانيه على التوالي بتحملوا هيدا الشعار الوقايه للانتحار؟ اول شيء حمله اكيد رح فيق هي حمله توعيه وقائية من الانتحار، أطلقها قسم الطب النفسي مع إمبريس فاند بمستشفى الجامعة الأمريكية تحت رعاية وزارة الصحة. هاي تاني سنة بتقوم فيها شركة إمبريس قصة أكيد رح فيه تنسلط الضوء على موضوع الانتحار، عشان اليوم لسوء الحظ الانتحار بعده تابو، بعده وصمة بالمجتمع، بدنا نطلعه للضوء. رح يكون المسيرة رح تبلش من الروشة بيت ورد على الروشة لتوصل لصخرة الروشة وتحت عنوان مع طلوع الفجر. نعم. من وراء هالمسيرة قد ايه رح تستمر هالمسيرة؟ شي كيلومتر يعني منا مسافة طويلة، 20-25 دقيقة كلها مع بعضها ساعة ساعة ونص. نعم. مضبوط كلها مع بعضها ساعة ساعة ونص. بهالمسيرة بدنا نجرب نأمن بيئة حاضنة للناس اللي خسروا أحباء أصدقاء ناس بيقربون عن جراء الانتحار أو للناس اللي حاولوا ينتحروا. وآخر المسيرة رح يكون في لوح تذكاري للناس تقدر إذا بدها تعلق صور أحبها
أو تكتب كلمات للأحبة. رح نحكي عن هذا الموضوع تحديدا وعن المسيرة كيف رح تنطلق وكل التفاصيل. بس باسكال كأخصائية علم النفس باسكال نخلي، قدي فعلا قدي ظاهرة الانتحار عم بتكون كبيرة بلبنان خلال السنين اللي قدام وهلأ تحديدا، وبنفس الوقت شو العوامل طبيعية أو غير طبيعية يلي بتأدي للانتحار؟ أوكي. بيا رح بلش بأول سؤال طرحتي علي. في دراسة عملت من سنة بال 2014 عملوها إمبريس بمستشفى الجامعة الأمريكية بالقسم الطب النفسي مع تعاون مع الأمن الداخلي، وقدروا بهذه الدراسة يتوصلوا لأرقام كتير مهمة، وبرك العالم ما كانت كتير واعية على هالموضوع بمستخفية بقدي بيصير في حالة انتحار. تبين بهذه الأرقام الموثقة أنه 121 حالة انتحار بتصير بالسنة. نعم. يعني إذا نفكر فيها عم نحكي إحنا بلبنان مش بلبنان، بلبنان بلبنان عم بيصير في 121 حالة انتحار بالسنة، يعني كل 3 أيام عم بيصير في حالة انتحار. وإذا بدنا نطلع على الريشو it's 2 to 1، يعني مقابل كل رجالين في مرة عم تنتحر. وأكيد وسائل الانتحار بتختلف من المرة للرجال، إذا بدك فينا نرجع نفوت فيهم بالتفاصيل. وإذا بدنا نحكي عن العوامل الخطرة يلي بتوصل إنه يلي بتلعب دور مهم بإنه توصل للانتحار، فينا نبلش بالعامل أول شيء وجود مرض نفسي، ضعف الصحة النفسية. في كذا مرض نفسي معقول يودي معقول يلعب دور إنه يودي للانتحار. أول شيء عنا الكآبة، مرض الكآبة. إذا الشخص ما عم بيحصل على عناية طبية نفسية لحالته، والكآبة العوارض عم بتزيد، عم بتزيد بالحدية وعم بتزيد بالفريكونسي يلي هن تغيير بالنوم، تغيير بالمزاج، تغيير بنظام الأكل، تغيير بالتركيز، كل هيدول العوارض الكآبة في معقول إذا تزايدوا مع الوقت و they were left unnoticed، يعني ما كان عم بيصير في رعاية طبية للصحة النفسية، كتير معقول يصير مع الوقت في أفكار سوداء معقول تودي لأفكار انتحار ولا استعداد للانتحار. أو في المرض البايبولاريتي كمان معقول يودي للانتحار، يعني المرض المرض البايبولاريتي هو مرض المزاجي ذو قطبين، تشقلب بالمزاج بين بيقطعوا بكآبة قوية وبيقطعوا بمرات بفترات بيسمون إيليشن أو يوفوريا أو إريتابيليتي، فترات عصبية مع بسط مع زيادة بالحكي وزيادة بالتخطيط وقلة نوم وزيادة نشاط. هيدي الفترة معقول تكون كتير خطرة، مش بس الفترة تبع الكآبة فيها تودي للانتحار، حتى الفترة اللي بيكونوا قاطعين بالهايبرة منقول أو الهايبومانيا أو المانيا معقول توصل لتصرفات كتير خطرة متهورة ومش من حسب الحساب. هيدول التصرفات الصدن وانكسبكتد معقول يوصل للانتحار. هيدي العوامل الطبيعية النفسية، هون العوامل البيولوجية النفسية يلي معقول تلعب دور بالانتحار. هل في عوامل بيئية؟ في عوامل بيئية، مثل مثلا إذا حدا تعرض بطفولته لتحرش جنسي، للتعدي، للتخويف، البولينج، هالشي معقول يلعب دور بالانتحار، معقول يودي للانتحار يلعب دور. في دراسة أنا حابة أذكرها هون، في دراسة عملت من قبل بروفيسور محفوظ بالجامعة الأمريكية مع فريقه، وتبين عملوها على 100 مدرسة، 50 مدرسة خاصة و 50 مدرسة رسمية على للمراهقين، وكانوا عم يجربوا يدرسوا قدي منتشرة البريفيلنس وقدي شو هن العوامل الخطرة المعقول تودي مش لحالة انتحار، لأفكار انتحارية. وتبين بالمراهقين اللي عمرهم بين 11 و 16 سنة 16% عندهم أفكار انتحارية. والعوامل الطبيعية اللي عم تطلب مني أذكرها هن سوء تفهم الأهل لما يكونوا المراهقين عم يقطعوا بفترات صعبة أو بفترات مشاغبة أو بصعوبات، ما عم بيكونوا الأهل متوفرين أو متفهمين، أو التحرش الجنسي، الاعتداء، التخويف، أو ضعف الصحة النفسية. اليأس بيلعب دور كتير مهم إنه يودي للانتحار، لما الواحد يوصل لمحل منه قادر يشوف ده ومنه شايف أمل، منه شايف شيء معقول هيك تفتح بوجهه أو شيء معقول يبسطه، ما شايف أمل من أي شيء معقول يقدم للانتحار. أكل حال رح نحكي عن هيدا الموضوع وقدي نسبة الانتحار عم بتكون عند المراهقين أكثر من عند غيرهم، رح نرجع نطرق لهيدا الموضوع. ولكن عبير حالي مثل ما ذكرنا المسيرة راح تكون ب 13 أيلول، وحضرتك متطوعة بإمبريس فاونديشن، قد ايه فعلا كمتطوعة لقيتوا تجاوب
من الحملات اللي عم بتقوموا فيها ومن خلال الشعارات اللي عم بتناشدوا انه تتحدوا من الانتحار يكون في وقاية ايضا من الانتحار؟ هل عم بيكون في تجاوب بداية بعدين نرجع نفوت بالشق الثاني طبعا؟ هديك السنة اول مرة انطلقت الحملة اكيد رح فيه وكان في 160 شخص مع انه كتير سمعنا 5 الصبح كيف بدي فيه و160 شخص على الاقل فاقوا فبتصور عم نلاقي تجاوب والناس بلشت بدها تطلع هالموضوع للعلن وهالسنه ب 13 ايلول الاحد الجاي بنتمنى يكون العدد اضعاف اللي شفناه هذيك السنه ففي تجاوب على الفيسبوك عم نشوف في تجاوب الاشياء الاعلانيه الناس عم بتشوفها عم بتخبرنا شفنا عن جد في كل 3 ايام شخص بينتحر بلبنان ناس بلشت تسأل أسئلة فبلش يصير في تجاوب بالمجتمع أنا برأيي والمسيرة رح تنطلق نهار الأحد مثل ما ذكرت كيف الأشخاص اللي بدها تشارك بهذه المسيرة فيها تتواصل معكم؟ بس عن طريق الفيسبوك عن طريق embracefund.org هو الأونلاين سايت أما تلاقينا الساعة 5 الصبح قدام بيت ورد وكل شيء موجود لهم ونحن على الروشة تحديدا على الروشة نعم. تحديدا نعم طيب مثل ما ذكرت أنه ما في أي فيز متوجبة على الأشخاص اللي بدهم يشاركوا بهذه الحملة كدعم لإمبريس فاونديشن؟ فيز ما في رح يكون في صناديق للناس اللي بتحب بس إنه منا تسجيل منا رسم تسجيل بس ما اللي رح أذكر هون إنه نهار 13 أيلول رح نبلش حملة تبرعات مشان إنشاء خط ساخن هاتلاين مظبوط هلأ منه اليوم رح ننشئه بده شغل كتير بال 2019 بس هدفه انه يخلي يعطي طريقة سهلة للشخص المتضايق يقدر يتواصل مع اخصائيين نعم وما دامنا عم نحكي بس هالموضوع رح يكون كراود فاندينج عن عبر موقع زومال وين الناس بلبنان برات لبنان فيها اونلاين تتبرع واي مكان قيم الشخص اللي قادر بتكون كتير مساعدة عشان الخط الساخن رح يساعد ويساعد كل شخص الهوت لاين رح يكون مخصص تحديدا للاشخاص اللي بعينوا بالمشاكل النفسية مزبوط ورح يكون في اخصائية علم نفس هني عم بيساعدوه اكيد 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 وفي شخص يمكن يتلفن يقول انا بدي انتحر في ناس فيها تعملها يعني عن جد هالهوت لاين قديه عم تسمعوا هيك اشخاص بنهارات عبير حلاوي عم بيتصلوا فيكم كجمعيه او عم بيتواجدوا معكم بالمجتمع اللي انتم موجودين فيه وعم بيحكوا بهالموضوع وبكل سهوله انا عم شوف هلا مدى انه المكان يمكن عشان بعدنا تابو بعدها وصمه اوكي ما في يقول المكان بس انا عم شوف ناس حوالي وناس عم بتساعد هالقضيه يعني عم بيكون عم بتشجع يعني عم بتشجع لا عم بتشجع على الوقاية من الانتحار فكرت عم تساعد على الانتحار لا ناس حاولوا حاولوا ينتحروا ناس عم بيمرقوا بأمراض نفسية وفايتين فيها هالكوز عشان عارفين انه تابوه بدهم يطلعوا من هالوصمة يعني عن جد عم بيصير عنا وعي اكتر واكتر وهيدا اللي عم نشتغل عليه وهذا دوركم كمان ايضا اكيد هذا دوري بس كان خليكني كمان هون دورك اكتر بصير اكبر لما بتسمعي بهالمواضيع هيدي وقد ايه فعلا الشخص اللي بده ينتحر بيقدر يواجه الشخص الثاني ويقول انه بده ينتحر هيني هيك بسهوله يقولها في انا بسمع بالجلسات يلي بتكون مع البيشنتس بتكون قاعده معهم في كثير مرات بيكونوا عم بيرددوها انه انا بدي انتحر عم فكر انتحر في مرات بتكون جديه هالنيه جديه اذا في نيه وفي استعداد وفي وسيله فالمهم انا دوري هون مهم اقدر اعمل تقييم نفسي تقدر اعرف اذا هيدي الكلمه اللي عم تتردد هي صرخه اتس كراي فور هيلب صرخه للمساعده كمان يلفت النظر انه انا عم بتوجع انا متضايق انا في شيء بحاجه له او يا ترى في لا في تخطيط في وسيله في عالم متوفر لهم وسائل اذا كانوا الحبوب اذا كانوا اسلحه اذا كانوا مواد خطيره ففي فرق انا دوري هون اقدر اعرف اعمل تقييم جيد ودقيق جدا تقدر اعرف هالشخص وين موجود وتبلش زيد بالتوعيه وتبلش اطلب المساعده من العالم اللي حواليه تيكونوا العالم محوطينه وما يتركوه قبل ما نفوت بمرحله الوقايه من الانتحار كيف لازم نعالج هالموضوع كاخصائي علم نفس بس في سؤال كنا ذكرناه بالبدايه وكنت طرقت له هل الانتحار عند المراهقين بيكون بنسبه اعلى واكبر من عند الاشخاص العاديين وهل ممكن نلاحظ الانتحار عند أطفال يعني بعمر صغير هو أكثر سن المراهقة يعني أكثر شيء بسن المراهقة بصير في نحن بنعرف سن المراهقة عمر دقيق جدا فبصير في كتير تغييرات على الصعيد الجسدي على الهرمونات على التغييرات على الصعيد الاجتماعي العلاقات بتتغير علاقات جديدة بتبلش
الشخص بهالعمر متعرض ليسمع انتقادات، متعرض ليسمع تيتعرض للتعدي. التعدي ما ضروري يكون تعدي جسدي او جنسي، فيه يكون تعدي بالحكي. فحسب شخصيته، حسب طبعه للشخص، حسب البريدسبوزيشن اللي عنده اياها، بتلعب دور تتفاعل مع هالاشياء بالانفايرمنت. يعني القصص الجينيه بتتفاعل مع الانفايرمنت. اذا في ضعف بالشخصيه، اذا ما في وسائل لحل النزاعات سليمه، اذا ما في بيئه حاضنه وبتدعم وبتساعد وبتصغي، والاهل كثير معقول دورهم هون كبير وعلي الاهل والاساتذه والاصدقاء والبيئه. فاذا تفاعلوا مع بعض معقول كثير يزيد الخطر من انه الواحد يقوم بالانتحار. كيف ممكن نحد من الانتحار وشو سبل الوقايه؟ نقدر اول شيء تنقدر نحد من الانتحار، بدنا نسخي، بدنا نسخي للعالم يلي عم تحكي انه هي متضايقه. يعني التابو بدنا نبلش قد ما فينا نجرب نمحيه. من وراء المحرمات الدينيه والاجتماعيه ببلدنا بيعتبروا انه يلي بيقول انا متضايق او انا مكتئب او انا بدي انتحر يعني شخص عم يتغنج او شخص بلا شخصيه او ضعيف الشخصيه او عم غضب يمكن او عم يلفت الانظار. هالشيء مش مزبوط ابدا. فاول ما نصير نتقبل انه المرض النفسي والايموشنال ديستريس والكآبة موجودين قدامنا وعم نشوفهم، أول ما نبلش نتقبلهم بنقدر أكثر نساعد، بنقدر أكثر نعرف كيف نتلقى الشخص الثاني. يمكن قبل ما نحن كأشخاص بوجه الشخص الثاني نتقبل هذا الموضوع، يمكن الشخص بحد ذاته اللي عم بيعاني من المشكلة لازم يتقبل نفسه أكثر ويعرف أنه عم بيعاني من مشكلة نفسية وهو لحاله يطلب يروح عند بسيكولوجي 100%. ما هو شو اللي بيساعده يتقبل نفسه؟ إذا شايف أنه ما عم ينحكم عليه وانه البيئه حواليه حاضنه والبيئه عم تصغي والبيئه عم تتقبل يلي عم هو عم يقطع فيه. هذه اول مرحله من الوقايه هي الاصغاء. اول مرحله هي الاصغاء، توفر العلاج. مش بس توفر العلاج النفسي اول خطوه، توفر العلاج النفسي الدائم كونتينيوم اوف كير، يعني الكير لازم يضل مستمر مش مره مرتين. بنتمنى شي نهار يصير بلبنان عنا المنتل هيلث تقدر تغطيها الانشورنس كرمال كل العالم يصير. نحن بامبريس بارت اوف ذا ورك ذات وي دو هو نقدر نامن للعالم العلاج النفسي، بس نتمنى شي نهار. فالوقايه، وجود الوقايه، وجود الاصغاء، هون بنفس الصحه يمكن بركي هيك تتحرك. عم ان شاء الله بنقدر نشتغل على الموضوع. توفر العلاج، نعلم الصغار، نعلم الادوليسنس المراهقين وسائل حل النزاع سليمه، وسائل يعززوا شخصيتهم ثقتهم بنفسهم، هيدا كمان كله بيساعد. وجود العائله الحاضنه اللي بتصغي يلي ما بتحكم يلي بتدعم كمان بيساعد كثير. هل في دواء ممكن ناخده لحتى نخفف من العوامل النفسيه الغير ايجابيه؟ العوامل النفسيه غير ايجابيه بحاله مرض؟ بحاله مرض اكيد في ادويه. امتى بنتطرق للادويه يلي بيعطيهم السايكايتريست؟ بنتطرق للادويه اذا الحاله المرضيه، اذا كانت الفصام السكيزوفرينيا، اذا كانت البايبولاريتي مرض الادمان، بنتطرق للدواء اذا الشخص وصل لمرحله العلاج بالحكي السايكوثيرابي ما عم بيساعده لان تاثيره مأثر، نشاطه مأثر، ما عم يقدر، هيز فيري ديسفانكشنال، ما عم يقدر يقوم من تخته ويروح على العلاج. وي انتروديوس ميديكيشن كومبايند مع السايكوثيرابي، متعاونين مع بعض كمان نقدر نوصل لعلاج. بحالات معينه الدواء بحاجه له، واهم شيء بالدواء مش بس نعطي الدواء، يكون في التزام للدواء، يعني يكون المريض وعائلة المريض عم يلتزموا بالدواء، لأن الالتزام بالدواء هو يلي بيوصل مثابرة على الدواء. مثابرة على الدواء، أخذ الدواء بوقته يمكن كمان هون بيكون العلاج ما له. أكيد. فجوابا لسؤالك بيا، الكومبينيشن اوف ميديكيشن مع سايكوثيرابي والسبورتيف انفايرمنت بيقدروا يحدوا من الانتحار اكيد. لكن دائما العلاج بالادويه وايضا العلاج من الناحيه النفسيه والكلاميه مصبوط. سوا ممكن يساعدوا. عبير حلاوي، بعرف كثير منيح انه المسيره اكيد رح فيق ان شاء الله عدد كثير كبير من الاشخاص يفيق، مش بس يفيق بكير الساعه 5 الصبح، يفيق على الحاله اللي هو عايش فيها حتى يطلع من تابو
اسمه بين هلالين انتحار، لأنه خلاص يمكن لازم نتوجه لغير مرحلة من حياتنا، اللي هي أنه نفكر بأمور كتير بالحياة ممكن نعملها غير أنه نفكر بالانتحار. الأهل اللي راح يكونوا موجودين وعندهم أولاد راحوا بالانتحار وعندهم أشخاص وأحباب على قلبهم كمان فقدون بهيك ظروف، هن راح يكونوا في لهم كلام أيضا، أو يمكن راح يعطوا عبرة للي موجودين بالمسيرة نهار الأحد. فيها فيها كثير. هديك السنة بأيلول في طلعوا ناس حكيوا عن تجارب شخصية، عن تجارب ناس فقدوها، فهيدي أكيد موجودة. إذا الناس بتحب تعبر فيها تعبر عند المجال، يعني هون الصرخة فيهم يطلقوها على العلن ويعبروا كيف ما بدهم. مظبوط. نعم. هلا حيكون في محاضرات من قبل أخصائيين بهذا النهار حتى يوعوا أكثر على الوقاية من الانتحار. هديك السنة فيها صارت عن جد مبادرات شخصية للناس تعبر عن شو بتحس، مش إنه يكون في حدا عم يلقي محاضرات. هي أكثر تعبير، هي أكثر بيئة حاضنة لهالعالم من أنه نلقي محاضرات. نعم. مثل ما ذكرت رح يكون في نصب تذكاري تيتعلق عليه صور للأشخاص اللي فقدوهم صارن الأحباب على قلبهم، وهذا النصب التذكاري رح يبقى قد ايه فترة زمنية على الروشة؟ نهار نهارين بس لسبب، عشان لسوء الحظ بنعرف ما فينا نترك الأشياء كتير هون بلبنان. نعم. فبينشال وبينحط بمحل محفوظ يعني. نعم. ونصب التذكاري كل شخص بده يجيب صورة هو معه إذا بيحب. أكيد. إذا بيحب يجيب صورة بيجيب صورة معه، وهونيك في يكتب اللي بيحب يكتبه للشخص اللي فقده. كلمة أخيرة، شو بتقول للأشخاص اللي عم بتابعوك وللأشخاص اللي بعدهم خيفانين يحكوا إنه هن عندهم مشاكل نفسية؟ كلنا عنا مشاكل نفسية، مش كلنا. امبريس عمل الدراسات ظاهر 1 من 4 أشخاص بلبنان بيعاني مشاكل نفسية، يعني 25%. خلينا خلص ما نتابو، عن جد ما نتابو، ما عليه نحكي انه هيدا مرض مثل كل الأمراض. 5 رح نمشي سوا، عشان 5 هي فترة اللي بننتقل فيها من النهار لليل. من الظلم للضوء. خلينا نمشي كتار تنطلع هالموضوع، تنفرجي للعالم انه الانتحار له وقاية. كل يوم عم بيطلع عمل جديد، وكل يوم رح يطلع ضوء جديد، وكلنا فينا نتعالج. شكرا لك عبير حلاوي متطوعة بإمبريس فاونديشن. أكيد باسكال نخلي بعرف كتير منيح أنه شو ما بدنا نحكي عن هذا الموضوع، قد ما نوعي الأشخاص يمكن المشاكل النفسية والضغط النفسي يلي عم نعيشه نحن بحياتنا اليومية هذا أكبر برهان، وهو الوحيد اللي بيودي للانتحار. والانتحار الأكبر بحياة الأشخاص هو أنه ما يحكوا، فما ينتحروا بداخلهم، يطلعوا كل شيء لبرا ونتخطى مثل ما قلت يا عبير هيدي المرحله، ونطلع للضوء من العتمه للضوء لحتى فعلا نكون عم نعيش حياه سليمه وحياه امنه. شكرا لوجودكم اهلا. شكرا. بعد البريك راجعين تنروح نحن وياكم على فقره نترشن مع مايا نحول، واليوم رح نحضر نحن وياها بيكت ابل. على فقرة نترشن مع مايا نحول، ومثل ما قلت رح نحضر نحن وياها اليوم بيكت أبل. صباح الخير مايا، كيفك فيها؟ منيحة أنت؟ الحمد لله بقى كتير منيحة. يعني قد التفاح مفيد للصحة بكل شيء بيفيد؟ 100% كتير مهم التفاح، أكيد بونجور أول شيء للكل. فاليوم حبيت أعمل هذا الدسير أنا المطبوخ إذا بدك بالفرن، هيك شكلها حلوة وبتتقدم إذا في عنا ضيوف، قليلة بالأكيدة بالوحدات الحرارية. فهي مثل ما قلت بيكت أبل، يعني تفاحة بدنا نحنا نفضيها شوي من قلبها، وبدنا نكون حاشينا بشوية زبيب شوية جوز، يعني كل شيء مكسرات بتفيدنا كمان. بقى التفاحة منقطعها؟ لا فينا. في طريقه ثانيه بنقطعها وبنحط هول المكونات على وجهها، والزيادة ساعتها بنحط فينا على وجهها مثل كرامبل يلي هو عباره عن شويه طحين شويه زبده وهيك فينا. بس انا اليوم حبيت هيك خليها على الشكل تبعها، بس اكيد اثنيناتهم بدهم زيت المكونات، اثنيناتهم زيت الطعمه، بس في فرق طريقه التقديم. نعم. اثنيناتهم اكيد زيت الكالوريز كمان اذا عم نستعمل زيت المكونات لنفس البورشن. يعني مثل ما بيقولوا وان ابل اي داي كيب ذا دكتورز اواي، هون رح نقول وان ابل اي داي كيب ذا ويتس اواي. نخسر وزن ونحافظ على وزننا. كثير كثير اساسي للجسم، فيه كثير فيتامينات، فيه مواد مضاده للاكسده يعني ضد الالتهابات، كثير منيح. وكمان واحدة من القصص المنيحة يعني بيساعدنا فيها التفاح انه بخفف النفخة، بيساعد انه يزيد الميتابوليزم عنا،
لانه فيه فيتامينات البي وهالكل البي كومبلكس فيتامينز بيساعدوا انه الميتابوليزم عندنا يكون عم يمشي مزبوط ونكون نحن عم نحرق يعني بشكل صحيح. عشان هيك حبينا نستعمله. يعني في تفاح بكثر من اخذ لانه التفاح اذا اخذت تفاح بعد الاكل بهضم قد ايه صحيح هيدا الموضوع؟ كثير اشخاص وقت ياكلوا تفاح بحس هيك مثل كانه جاع ورجعوا. هلا ما كثير مزبوطه هي بس انه وقت تاكليها ما منها ثقيله لانه يمكن مشان هيك انه واحد بحس حاله انه خايف يرتاح بس بارتي منها ليش؟ لانه بما انه فيها هول الفيتامينات وبساعدوا هنا لل اذا بدك لعمليه الهضم تكون مزبوطه فهون شوي بتكون عم بتاثر بس انه مش يعني اذا واحد اكل خروف رح يرجع ياكل تفاحه يرتاح بس اكيد انه هي بتساعد كل النظام والديجستيون عندنا بالجسم تكون ماشيه مزبوط ومنتظمه. كمان مثلا كثير اشخاص بياخذوه بفكره كرمال اذا حدا عنده مشاكل معدته مثل الدياريه وهالقصص. انا بفضل ناخده مسلوق بهالحاله مش ناي لانه بيبقى فيه الياف اكثر. نعم. فبنسلقه او بنعمله بيوري يعني بس واذا مش بعد كمان يعني ناخده ولا لا افضل يكون المهم ينطبخ. ايه ما بيأثر المهم ينطبخ حتى يخف شوي منه هول الالياف. دكتور خلينا نبلش نحن بالتحضير. اوكي اول شيء بدنا نفرغ التفاح من جوا. مزبوط مش ضروري كثير بس شوي حتى يصير فيها كم حبه زبيب وكم حبه جوز. خلينا نذكر احنا شو بحاجه لتفاح. اوكي تفاح اخضر احمر ما بهم مثل ما بتكون بس اهم شيء ما يكون حامض. ليك اذا بنحبه حامض ما في مشكله لانه مع الزبيب ومع شويه السكر على الوجه بتكسر الحموضه تبعه. ففي اشخاص بحبوه يعني الجراني سميث اسمه التفاح بتجي شوي حامضه اكثر. فنحن بحاجه لتفاح بحاجه لجوز وفستق ناي اكيد مش ضروري ننقعهم بمي هلا لانه دجا رح نستعملها مثل ما هي مجرد ما حطيناها بالفرن خلاص انشوت كمان خلص محمط. ايه خلص 100%. بدنا زبيب. انا اذا ملاحظه هون بيها في مخلوطين زبيب احمر وزبيب ابيض. ايه الزبيب هيداك مزبوط الاشقر الاحمر هو جوجي بيري اسمه جوجي بيري. هيدي مثل يعني مثل البيريز كلهم كيف الفراس كيف التوت كيف هالقصص كثير مهمه. في منها مجفف هو نوع من العنب ايضا نوع من التوت اذا بدك اكثر. هي شكلها وقتها تكون مش مجففه كيف العناب هلا مثلا ما اسمه مثلها بس على لون احمر. اوكي بنلاقيها بالاسواق عاده ما في منها فريش بلبنان. اوكي في منها بس مجفف بس الفريش مثلا لشو بتفيد؟ بتفيد انه الاشخاص اللي عم يعملوا دايت وقتها ناكلها بنخليها بتمنع هيك شي دقيقتين من بعدها وقتها ناكل حيالله شيء بنحسه حلو يعني اذا اكلتي رجعتي اكلتي حار بتحسي طعمته حلوه اذا اكلتي ملح بتحسي طعمته حلوه هي فشو ما تاكلي من بعدها بتخليك تحسي حلو فهون بتصيري مش انه عم تنقطع شهيتك بس اكثر بتصفي مثلا اذا انت عبالك حلو تاكلي منها حبه بترجع من بعدها بتاكلي يمكن شو ما كان حبه البروكولي بتحسيها كثير سويت فخلص بتكتفي انت فهون بتكوني ما اكلت ما خبصت ما انه اكلت الشوكولا بس شو ما رح نعمل ما في شيء بيغني عن الشوكولا. هلا الشوكولا نوار ما عندي مشكل ناخذ كميه قليله منه بس انه هيدا كمان كثير بتفيد وكثير يعني استفادوا العالم لفوائد استعملوها لانه كثير خففوا اكل من بعدها انه تخيل شو ما تاكلي من بعدها رح تحسي حلو فخلص وهو الاشخاص بيكون على بالهم هيدا السنساسيون تبع الحلو ما بهمهم شو هي شو عم بياكلوا ف اسمها جرونجا جوجي 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 بيري. اوكي جوجي بيري بنلاقيها عاده بالاسواق مجففه موجوده وين ما بيبقى مقيد عليها جوجي بيري. ايه اوكي مزبوط جود. والثاني شغله بدنا اياها هي على الوجه بدنا نحطها سكر اسمر انا خلطته مع شويه شوفان وقرفه او قرفه كمان لكن سكر اسمر شوفان وقرفه مع التفاح دائما مع صح. كيف نفرغ قلبها هلا فينا يا اما نقصها نرجع بالملعقه نفضيها يا اما فينا تبع الكوسه. اوكي اوكي اول شيء بس نحن بدنا نفرغ او اهم شيء كرمال نشيل البزر فبنشكها هيك على النص. اوكي وشوي شوي بنصير نفضيها على البطيء بدنا ننتبه ليش؟ لانه انا ما بدي دق بالقشره ولا بدي اوصل لتحت. اوكي قد ايه مفيد اكثر ناكل التفاحه بقشره من انه نقشرها؟ كثير مهم اول شيء لانه دائما نحن بنحكي عن كل شيء خضره انه وكل شيء فواكه قد ايه الغذاء كونسنتري اذا بدك اكثر شيء بالقشره تبعه فلهون اهميه التفاح انه حتى وقت بدنا نحن نعطيه لاولادنا بدنا نعطيه لمين ما كان
ضروري انه نخلي القشرة ما نشيلها، لانه كثير اشخاص مثلا اول ما يجوا يضيفوك التفاح بتحسوا راحوا قشروها وقصقصوها. لا بالعكس، خلوها مثل ما هي. مثل ما هي نانا بعد المنيح فيه يقدس. صح، يعني ابدا خلوا القشرة و... وانتبهوا انه وقت بدنا نقص التفاح دغيا نستعملها بسرعه، يعني ما نخليها لانه بتسود على الاكسجين بتعمل اوكسيداسيون. هلا مثلا بيا نحن هون فينا نتحكم بالطرق او الفجوه يعني بالتفاح قد ما بدنا حسب قديش بدنا نحن نحشيها. اوكي، هلا قد ايه بحق لي انا احط بقلبها للتفاحه؟ قد ايه كم حبه جوز وكم حبه فستق وزبيب؟ الزبيب بدنا نحط فيها ملعقه او ملعقتين صغار، يعني ملعقه كبيره هي ملعقتين صغار. للجوز بدنا نحط تقريبا بدنا نكسر 3 حبات جوز بقلبها. اوكي، وبدنا نحط 5 حبات فستق. لا هذا اللي بحق لنا بقلب تفاحه وحده، فينا نزيدهم بس لهول المقادير بكون عم ناخذ نحن بالتفاحه الكبيره الاكبر من هيدا مع الحشوه تبعها 120 كالوري. اه كثير منيح، يعني بنكون تحلينا واكلنا شيء طيب وبنفس الوقت ما نصحنا. صح. أوكي. وكمان نحن ما خبرتك انا شو جايبه معها، كثير طيب معها رح نقدم بوزه على فانيل. يوم كمان على لايت بحق لنا نحط معها بوزه كمان. بحق لنا مع كل اللي حطيناهم انجريديان بقلبها للتفاحه. هي لانه بتكون سخنه فمن بعد ما نشيلها من الفرن طيبه دغيا ناكلها بنحط حدها بوزه، احسن نجيبها لو فات. ساعتها بنزيد 100 كالوري تقريبا اذا حطينا بول وحده. أوكي. بنصفي يعني عم نحكي بال 220. هل في نوع بول معين بوزه نحطها مع التفاح ولا ما في ضروره؟ لا مش ضروره، كلهم الكالوري هي ذاتها فيهم. اللو فات اهم شيء تقريبا. أوكي. كلهم مثل بعض يعني انه يعني بغض النظر عن ايام بيقولوا لك القشطه بتنصح اكثر. لا البوزه لا لا البوزه على الجوز بيبقى فيها لانه لوبات اكثر ممكن تنصح اكثر. هي تقريبا لانه الخلطات يعني شو عم بصير انت وقت عم بكون البوزه فيها جوز عم كانه شلت شويه بوزه وحطيتها محلهم جوز. اه اوكي، فمعدل البول عاده الفول فات فيها 250 كالوري البول الوحده. البول او ماي جاد. فاللو فات عم تجي 100 120. اذا سوربي شوي اقل بس انه ما بتنزل تحت ال 80. بس باللو فات بنلاقي كل الطعمات مايا؟ لا مش دائما. لا بس مثلا هيدي هينه لانه بيلبق لها فانيل اكيد. أوكي. في فانيل داك. فهلا انا هون فضيتها فيها بقد هالقد بالزياده قد كل واحد قد ما بحب يحط بقلب الحشوه بفرغها. وفينا اصلا يعني اذا ما بدنا نحط الحشوه فينا ما نحطها بقلبها، فينا ما نفرغها يعني بس منشيل البزر على القد ومنحط الحشوه حواليها بالصينيه. تفضلي مايا. رح بلش انا. قولي لي شو في كثير اشخاص مايا لما بدهم ياكلوا التفاحه ما بيشيلوا البذره من قلبها، بيقولوا بتحمي المعده. ايه قد ايه هالموضوع مزبوط؟ لا ما بعتقد هالشيء صح صراحه، ما بعرف. اوكي. انه اذا بتحمل معده بالعكس، لان انا قاريه دراسات عنا انه بالعكس كثره بذر التفاح شوي مسمم للجسم. فمشان هيك سكت شغله، نحن وصغار كانوا يقولوا لنا اذا اكلتوا بذر التفاح او حالة بذره بيطلع لكم شجره بالبطن. شجره خدع شجر يعني. بس مشان هيك عم بقول لك يعني انا بفضل انه ما ناخذها لانه في انواع بذر بالفواكه وبالخضره منا منيحه ناخذها. وحده منهم التفاح. هلا الدراسه مثلا انا قريتها ممكن يرجعوا بعدين يعملوا وحده جديده عنها تتكذب، لانه دائما بهالقصص في مثل اذا بدك انه مره بقولوا صح 100% بور ايكونتر. فمشان هيك لا اذا اكلناها ما راح تاثر. هلا مره وحده سافا بس مش انه اذا واحد صندوق تفاح بالنهار يعني عم يعمل دايت وياكل التفاحه مثل ما هي يعني ما بعرف شو بده يصير. بس مثلا بالعكس بقول لك اذا تفاح مش التفاح البزر البطيخ كثير بفيد، خلينا نجيب صينيه وكفي لك. مايا مثل ما ذكرتي التفاح اذا اخذنا حبه وحده نحن عم ناخذها اذا ما فيها شيء تقريبا قد ايه بيكون فيها كالوريه؟ تقريبا شيء 70؟ هيدي 60. 60 هي حصه الفواكه معدلها 60. اوكي بهالحجم اكبر شوي 70 بس انه على 10 كالوري بالفواكه مش مختلفين. وهل مسموح انه شخص يعمل دايت مثلا على التفاح كل النهار؟ ابدا، هيدي كثير غلط. كثير اشخاص بيقولوا لي انه مثلا عم ناكل كيلو تفاح بالنهار مثل ديتوكس يعني. بعد جمعه بتلاقيهم رجعوا عودوا الضعفون وفشوا خلقهم وكتروا، فهون كثير غلط. وزياده انه اوكي التفاح بغذي، اوكي التفاح يعني ببعد الحكيم عنا، بس انه كيلو بالنهار بالعكس رح بنفس الوقت انت ما يضعفوا وبتضعفي عضل كثير لانه ما فيه بروتين التفاح. فيه اوكي يعني شويه الياف فيه شويه فيتامينات بس انه هيدا ما بيغني عن البروتين اللي هو نحن بدنا اياه للعضل. ما بيرضى عن النشويات اللي كمان نحن بدنا اياهم للعضل،
كمان بصير في وجع راس، بصير في تشوش اذا بدك، بسافر واحد هيك ضايع بحس حاله انه ما انه مركز. اكيد مش من اول يوم، من بعد ثاني يوم ثالث يوم وقت جسمه يبلش خلص يفرز هال ماتير اسمه اسيتون كيتون بوديز اسمهم بصفى مثل الاسيتون اسمه هيك هن كيتون بوديز بيطلعوا على الدماغ بخلينا نحن نحس بتشوش بالعين نفس بصفى مثلا ريحه النفس تبعنا مثل فواكه طعمتها يعني حلوه فهدول كلهم بيطلع بس الجسم يحس حاله بستارفيشن مود يعني مثل كانه انت قاطع عنه الاكل وبهيك ديتوكس كتير ممكن تصير لأنه ما عم بتفوت على جسمك شيء عم تاخده كميات كتير قليلة لأنه أوكي مثلا عم تاكل كيلو تفاح بس كيلو تفاح يمكن هو أنه 5-6 تفاحات وإذا بنعمل 60x5 يعني 300 كالوري بنهار يعني هذا very very low calorie diet هذا إجبار يكون الحكيم عم بيتابعك فيها وأكيد مش تكون عم تاخده نوع واحد يعني فيك تعمل low calorie diet شو قصدك بنوع واحد نوع واحد تفاح ولا مش يعني انه علي انه اذا بدك تعملي هيدا الدايت الصعب اللو كالوري دايت او كذا نوع فواكه يعني نكون عم ناخذ يا كذا نوع فواكه يا اما نكون عم ناخذ تشكيله من البروتين من النشويات يعني طبخ وكل شيء بس بكميات قليله نضل عم ناخذ مثلا 800 كالوري تنحسب بس كمان هيدا بتنعد كثير قليلين الوحدات الحراريه كثير ريسكي على الشخص انه اذا ما حدا عم بيتابعه مزبوط ان كان حكيم ان كان اخصائي تغذيه احسن ما يعملها لحاله لانه اوكي معقوله تقطع ويمشي الحال يعني بس كمان ممكن الضغط يلعب عنا يوطى الضغط السكر يعلى حسب يمكن اشخاص ما بيعرفوا انه اذا هن كثير حساسين لهالقصص ممكن يكونوا عم ياخذوا معهم قهوه مثلا وكثره القهوه مع ما كثير اكل يصفي كثير عم بحسوا بطرقات قلب صحيح سريعه ممكن يشوبوا كثير فإذا كان شوب مثلا أو مثل اليوم تنحسب غمل وعصر غمية ممكن يختنقوا لهالدرجة لأنه خلص بصفي كل جسمهم منه مرتاح كل جسمهم فات بهيدا إذا بدك هيدا يعني بولفرسما إيه بصفوا هيك عن جد بولفرسي بصفوا مش مرتاحين أبدا ومش عارفين ليه يمكن بفكروا أنه عم بياخدوا فواكه أنه عم بيتغذوا لا هذا الشيء منه أبدا مزبوط بدنا ناخد كل شيء بدنا ناخد فواكه بدنا ناخد خضرة بدنا ناخد دجاج لو بدنا ناخد 50 كالوري بالنهار نعم. احسن نقسمهم حتى جسمنا يستفيد خلينا نكفي نحن على انا وقفت انا حطيت هيك هلا فينا نعمل وحده ثانيه بليز مايا بلا هيدي خلصت رح نعمل الحمره فانا على وجه رجعت حطيت شويه سكر مع الشوفان نقدر نرجع اخر شيء من بعد ما يذوب السكر عليها نحن نضيف نعمله كراميل ايه اكيد اوكي ليك هلا رح قصها انا رح اعمل طريقه ثانيه رح فضيها وهيدي منخليها هيك مثل زينة بعدين 100% أوكي. كرمال الكراميل فينا نحن هلا بدنا نعبيها شوي مي منجا أوكي. فمن بعد ما تستوي فينا يا اما ما نحط مي بالكعب بنقلل كثير المي وبنحط معه سكر فلحاله مع الاستوى بيصير مثل كعب لانه التفاح بكب المي لبرا كمان 100% وفينا اذا بدنا نحط مي شوي اكثر حتى نكون انه مثل اكيدين انه ما راح تحترق التفاحه لانه بدها 40 دقيقه بالفرن بنعملها على النار بسكر اسمر اوكي ما في مشكل لانه راح نحط يعني عليها مثل ملعقتين صغار اوكي فبنكون عم نزيد كمان هالشيء 40 كالوري قد ايه بيتحمل ماء العسل نار يعني اذا حطينا محل السكر عسل بيحترق بيحترق في حط انا هون بقلبه عسل ما بيحترق لانه دجا هي عم بتكب ميتها واكيد يعني بالجاتو بهالقصص انه كل شيء بنستعمل دائما عسل بس ما في حط بقلبه العسل ايه بقلبه في محل السكر في حط أكيد. عسل بس انا قصدي انه ما نعمله على النار طبيعي نعمله كراميل لا انا يعني اذا حطينا بقلب التفاح بقلبه السكر لان في كثير اشخاص بيقولوا حتى على وجهها تكون هيلثي اكثر بحط عسل محل السكر اكيد ما في مشكله ساعتها زيت الخلطة بس نحط القرفة والشوفان لحال والعسل لحال ساعتها بنكون عم نحط ملعقتين صغار عسل بقلبه اثنين صغار ايه مش اكثر لا انتبهوا فينا مثلا ملعقة بقلبه ملعقة على وجهه بس مثلا في اشخاص لانه ايامات بيسخنوا العسل تيعملوا كراميل هون اكيد انه بيحترق ما بعرف انا ولا مره جربتها قد ايه قد ايه مضبوط هالشيء ما بعرف بتغير طعمته يمكن ايه ما مشان هيك بيحترق منه يعني كثير منيح بس اذا بقلبها ما في مشكل اكيد وهون اهم شغله مايا انه احنا عم نعمل البيكت ابل بلا ما نحط فيها زبده بلا ما نحط زبده هلا للاشخاص اللي مثلا بيقولوا لك انه طعمتها ممكن تطلع بيكت ابل الا مع زبده
هن معودين هيدي نفسية نفسية أو إذا بدنا نحط زبدة فينا من بعد ما تخلص لأنه نحن مش عاملين كرامبل على وجه يعني طحين وزبدة على ناي بنحط الزبدة على ناي لأنه بتكون بعدها سخنة فمنخلط يعني منخلي هو اللي على الوجه عليها منحط نتفة زبدة فراح تدوب لحالها إذا بد يعني نتفة زبدة عم بحكي ربع ملعقة صغيرة أوكي يعني هيدا إذا بدنا كده بدون ما نكون عم نحط عليها آيس كريم منحط الزبده بس على الزبده كمان معلش معلش لانه ربع ملعقه صغيره يعني بنكون عم نزيد نحن شيء 20 كالوري اذا بدك هيك بنكون رديناه هون فبنكون رديناه هون ولا الطعمه بعدها هي زيت ما تغيرت صح فانا هلا هون فضيتها تذكر هلا اكيد مثل ما قلتي ما فينا نفضي قد ما بدنا اكيد اكيد بس الكالوري اكيد رح تزيد رح تزيد شوي بس الكالوري كمان رح يزيدوا مظبوط بس اكيد انه ليكي ما كتير رح نقدر نفضي اصلا لانه هلا وقتها تنخبز وهيك رح تستوي يعني رح تطغى فبتحسيها انه اذا بتعبيها كتير معقوله انه تتبج يعني التفاحه عم جد بصير في اكسبلوزيون بالفرن إيه؟ لانه القشره تبعها بتحسي اصلا على الامان بتبلش تعمل من اجلها اوكي مايا قد ايه الاشخاص اللي بيعملوا ديتوكس مثل ما كنا عم نحكي من شوي على نوع معين اوكي غير صحيح مثل ما ذكرتي وبنفس الوقت اذا بدنا نعمل ديتوكس عند اخصائيه تغذيه شو لازم ناخذ نحن بالديتوكس مزبوط في كتير انواع ديتوكس في مثلا مثل ما حكينا عن بيعملوا نوع واحد على جمعه هذا كتير منه منيح في اشخاص بيعملوا ديتوكس مثلا فواكه نهار خضره نهار مثلا كله بروتين يعني كل يوم شيء على جمعه هذا دائما ديتوكس على جمعه لازم يكون مش اكثر حسب شو اذا اكل فيك توصل لجمعه اذا عصير 3 ايام ماكسيمم اوكي فمثلا اذا عملنا ديتوكس هيدا تبع كل يوم نوع اكل يعني انا مثلا كيف بنصح فيه مش بنصح فيه بس انه امتين بقبل فيه وقتها يكون في اذا حدا عنده مناسبه حدا مضطر انه بده يخفف النفخه من جسمه حدا انه خلص الفستان بده يبكل عارفه كيف بالقوه هيك قصص بس انه اذا ما في شيء كثير ضروري انا بفضل مثلا ايامات بنقطع نهار بالجمعه بيكون كانه ديتوكس بس مش كل يوم على فرد 7 ايام كل يوم نوع وهيك قصص لانه كمان حسب الاشخاص قد ايه بيتحمل جسمهم الرجال غير النسوان يعني حسب قديش القدره تبع شغلهم تبع كيف النظام الحياتي تبعهم لانه بدي تاخذي كل هالقصص بعين الاعتبار شو نوع الشغل كمان اللي بيشتغلوه بالنهارات اكيد لانه يمكن اذا اشخاص مثلا كثير بتركض وكثير عندها اولاد ما بتتحمل معقوله توصل لاخر الليل تعمل مثل كراش وانه كثير تتعب او كثير وجع راسها فهون هي بتاثر انواع في ديتوكس مثلا ايامات كثير اشخاص بيكونوا كثير بخبصوا بالاكل وبعدين بقرروا يبلشوا رجيم بتعطيهم كل شيء من عدا الشوكولا البزغات هالقصص بيكون مثل كانه ميني ديتوكس في كمان ديتوكس العصير اللي هو عم بقول لك عنه هذا 6 ايام بس ماكسيموم فينا نقطعه مره بالجمعه نهار واحد فينا نعمله 3 ايام كل مثلا جمعتين او حتى كل شهر افضل انه ما كثير ناخده بسرعه لانه كمان حسب كمان نوع العصير اللي عم ناخده قد راح يعطينا انرجي حسب العصاره لانه ايامات اذا يعني عم تستعملي بلندر احسن ليش لانه مثلا بالبلندر عم تخلط الفواكه كلها مع قشرتها مع ما عم بتعملي اكستراكشن لشيء يعني الفايبر مش عم تشيل العصير لحاله بس يعني. الفايبرز بعضهم بقلب الفواكه بينما في الكولد جوس اكستراكتور اسمه او مثلا يلي بنحط فيها الفواكه وبينزل ثاني ميل العصير هيدا كثير فيها مسافه وكثير بتنقل في العصير فهون كل الالياف عم بيروحوا على الكب وبنفس الوقت هون بناخذ كوانتيتي اكبر لانه عم ناخذ بدل حبه فواكه العصير كامل منها عم ناخذ 3 أو 4 حبات فواكه وعم نمسح اكثر صح فهون بنكون عم نعمل ديتوكس انه اوكي عم نشرب بس عم نشرب سكر ما عم نشرب الياف حتى يشبعونا ما عم نشرب الياف حتى يعطونا هيدا الوهج الحلو على وجهنا فهون بتفرق كمان النوعيه وكثير من الاشخاص مايا لما بدهم يعملوا ديتوكس بيرجعوا بيعيدوا الديتوكس تبعهم يعني خلال هيدا الشهر عملوه مره بيرجعوا بيعيدوه مره ثانيه هل فيهم يعملوا هالشيء لا مش دائما ما مشان هيك عم نقول حسب شو نوع الديتوكس حسب اذا فيك تعملي او لا يعني اذا كان كثير باز كثير عادي فيك تقطعيه مثلا مره بالجمعه بس اذا كان هالقد قاسي احسن تنطري لبعد شهر تتعملي في ارجع كل شهر عيد الديتوكس انا حسب نوعيته وحسب مش ذات الشيء بدك تغيري شوي فيه دائما حتى بالرجيم العادي بدك تغيري لو شيء بسيط بس حتى الجسم ما يتعود
وبذات الوقت كمان الشخص كمان، لانه مثلا انت هلا شيء بعد شهر شيء ثاني، يعني انت هلا عم تحرق تنحسب 1500 كالوري، بعد شهر يمكن تكون تسجلت بنادي، يمكن صفيت عم تحرق اكثر، بدك تغير نظام اكلك، يمكن بعد شهر تكون انت انصح بدك تعمل شيء غير حتى تستفيد اكثر. فدائما بناخذ كل شخص، ومش دائما يعني كثير اشخاص عم بكون عندهم وقت رجيم معلقه على البغض من 5 سنين بيمشوا عليها لهلا، فكثير غلط. ايوه بغيروها يعني كبروا بالعمر، كل شيء تغير، اكلهم تغير، عمرهم تغير، يمكن محل ما ساكنين تغير، هذا كمان بياثر على قديش هن عم بيحرقوا كالوريز. فمشان هيك كثير دائما نضل اب تو ديت بهالقصص، لانه دائما شغله صغيره بتغير لنا كل شيء، لانه جسم كثير بيتعود، كثير فلكسيبل، كثير كمان يعني كل ما تغيري له شيء بيتعود عليه. فمشان هيك بدك تضلك بالاساس الرجيم والديتوكس، تعطيه شيء جديد كرمال مثل تكسري له هيدي العاده. نعم مثل ما بيقولوا كمان. ايه قولي لي مايا، هلا اخر شيء كيف احتاجك كيف يطلع مايا خد البيكت ابل قبل بوقت. التفاحه الحمراء بتبطل حمراء، بتروح تغمق شوي، وهيدا بتصفي. هلا هي اطيب ناكلها سخنه مايا، مضبوط اكيد. نرجع نحط الايس كريم عليها. صح، هلا انا رح احط عليها مايا. خبزتهم قبل بوقت. هي بدها 40 دقيقه بالفرن على حراره 180 درجه. أوكي. مثلا لح اذا بفرجيك هيك هتا نقصها. يلا هيدا السكين هون. هلا هون اكيد حسب قديش فيها حشوه، بس هيك بتطرى كتير، بصير في عنا هيدا الشكل يامي. مايا شكرا كتير لإلك، يعني لقمة صغيرة بتقدميها كتير على انه ناكل صحن كتير كبير وبتشبعنا على وجهة. اوكي، وقتها تكون الدي سخنة فبتدوب عليها الوجه. ذكر على كل حال مثل ما بيقولوا، يعني دائما لقمه صغيره بتغنينا عن كثير صحن كثير كبير او او نشويات او نوعيه كثير كثار. نعرف شو ناكل، نعرف شو نختار، دائما رح عند مايا رحول وناخذ بنصايحها ونسمع شو بتقلنا. شكرا لك مايا، ميرسي لك فيها. اكيد مشاهدينا احنا متابعين احنا وياكم، ولكن رح نروح هلا لعند زميلي شادي. شادي بدك تذوق معنا الابل؟ يعني اكيد بدي اكل معكم ابل، شيلوا لي حصتي فيها، ولكن بدنا نطمن المشاهدين انه العاصفه اللي عم تستمر وتضرب لبنان العاصفه الرمليه، للاسف يتوخوا الحيطه والحذر، بحيث اعلنت وزاره الصحه نظرا لكل الاحوال الجويه طلبت الاستنفار من خلال كل شبكات الرعايه الموجوده بالبلد. يعني هون عم بحكي شبكات الرعايه الاوليه، يعني كل المستشفيات الحكوميه الخاصه المتعاقده وغيرها، انهم يكونوا بجهوزيه لتلبيه حاجات المواطنين، لانه حالات الاختناق وخاصه بالداخل يعني صوب البقاع عم تزداد رغم ازدياد هالعاصفه الرمليه للاسف. كمان كل الاشخاص اللي عندهم موعد طياره ما يعتلوا هم، لانه حركه المطار حسب ما اكدت مصادر مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت انه الحركه مستمره ان كان بالاقلاع او بهبوط الطائرات، ما في اي تاخير بمواعيد الطيران لحديت الساعة بما أكدت الأخبار يلي عم تنتشر على كل المواقع وعلى عبر السوشيال ميديا. كما أنه بيحذروا من خلال وزارة الصحة أنه كل الأشخاص أنهم إذا فيهم يبقوا داخل المنازل يشربوا مي يكونوا مرتاحين لا يتفادوا هالموضوع، خاصة بالمناطق الداخلية مثل ما سبق وذكرت، لأنه شفنا أداء هالموضوع عم أثر على الداخل اللبناني وعلى وسط العاصمة وكل لبنان على كل حال، من جباله لحتى أيضا يعني ساحله. رح أتشارك معكم بخبر لفتني يعني نسبة لهالموضوع، ولكن بدي أروح معكم فيه على إسبانيا، بما أنه لما يصير فيه هيك تقس بتزيد الحساسية. فهون عم ننقل، رح نتشارك معكم، عم ننقل من موقع نشرة فن لكون أمين للمعلومات اللي عم ننقلها وشارككم فيها. هنتشارك معكم مشاهدينا، تم إقامة منتزهات للمصابين بالحساسية. بنعرف كلنا بهذا التأس قد الحساسية بتزيد، يعني كيف إذا الأشخاص اللي عندهم ربو أو ضيق نفس بيتضايقوا من هالتأس،
الاشخاص يلي كمان ما عندهم هالموضوع يمكن بتظهر عندهم هالمعالم، فمشان هيك قررت السلطات الاسبانيه انشاء منتزهات هي مليئه بالاشجار ويمكن للجميع التعاون فيها. يذكر انه هالمنتزهات رح تقام بمدينه غرناطه وهي عاصمه الاندلس، وهي بتوقع بمنطقه جبليه حيث بتزرع بها المنتزهات انواع اشجار ونباتات بتكافح الحساسية وبتعطي أكسجين غني أكثر لكل الأشخاص. يعني على أمل أنه كمان دائما بلبنان مثل ما كنا عم نحكي بحلقتنا اليوم شفنا المساحات الخضراء يلي عم بيتم العمل عليها أكثر وأكثر، فعلى أمل أنه يصير في كمان منتزهات للمعالجة، مش بس منتزهات نروح نكون عم نقضي فيها وقت تمضية وقت عادي حتى نمضي هيك وقت مع الأولاد، إنما تكون أيضا للعلاج مثل ما نشوف كتار من الأشخاص بيسافروا لخارج لبنان لحتى يتلقوا العلاج بمنتزهات طبيعية متخصصة. بما أنه مايا كمان كانت عم تحكي من شوي عن التفاح وكانت عم تحكي عن فوائده وكمان عملوا ديزرت كتير طيب رح ندوقه بعد شوي. كمان خبر آخر رح أشاركه معكم، تناول التفاح بيحمي الإنسان من السموم المحيطة فيه، فبيعتقد البعض أنه تأثير الفعال للتفاح بحماية الخلايا المناعية من السموم هو أمر مبالغ فيه، ولكن الاختبار يلي قام فيه خبير التغذية الألماني البروفيسور بنهارد فاستل أكد أنه للتفاح تأثير بحماية خلايا المناعة بالدم. والتفاح هلا موجود بقرانا، مين منا ما عنده شجرة تفاح ببيته بالجبل أو عند ستو أو عند جده، في يستفيد من هالموضوع ويكون فعلا عم يوقي حاله من مرض السرطان. كما أنه رح تابع معكم جولة على هالأخبار يلي هيك لفاتتنا لنكون عم نعطي جولة منوعة لألكم اليوم هيك بهالسوشيال ميديا شو الأخبار يلي عم نترافق فيها. كمان بدي ارجع اذكر مشكور موقع النشرة فان دائما على دقة معلوماته وكان خياري اليوم لحتى انقل معلومات منه. الملكة اليزابيث يلي كلنا نعرفها وكلنا منحب الفترة يلي كانت على عرش اليونايتد كيندم فيها وما زالت مستمرة، هي اليوم عم بتحطم رقم قياسي. هلا بالنسبة لها منه انجاز لانه هو كان سبب، يعني تولي العرش كان سببه انه توفى والدها بقصر باكنغهام باليس، فمشان هيك هي اضطرت انها تتولى زمام الرئاسة الوالدة الملك جورج السادس. فمشان هيك الملكة هي رح تنافس الملكة فيكتوريا يلي بقيت على العرش تقريبا 63 عام، تخيلوا 63 عام ملكة، هو تيتر لحاله بيكفي، وسبعة أشهر ويومين، يعني بين عامين 1837 و 1901. هلا المعلومات ما بتأكد تحديدا بما يختص بالملكة إليزابيث الثانية هالموضوع لأنه ما كانوا عارفين أي ساعة على المضبوط الملك جورج السادس توفى، لأنه هو توفى بفترة الليل هو ونايم، ولكن الملكة ما أبدت أهمية لهالموضوع. احتفالها رح يكون من خلال تكريس سكة ترين جديدة، قالت ما بدنا نحتفل، ما بده يكون في صرف أموال على هالموضوع، ولكن رح تكون عم تتوجه من باكنغهام بالاس حتى تكون عم بتدشن خط جديد لسكك الحديدية إلى جانب زوجة الأمير فيليب يلي مستمرة علاقتهم الزوجية من 68 عام، رح يكونوا متوجهين لحتى يدشنوا بها المناسبة سكة الحديد يلي كتار من الأشخاص بسكوتلند وبإنجلترا ناطرينا لتوصل بلدتين ببعضهم. كمان رح تابع بالأخبار يلي عم نتشاركها معكم اليوم. خلوني أذكركم قبل مشاهدينا مثل ما رح فرجيكم كمان أنه كل الأشخاص اللي عبالهم يرجعوا يحضروا هيدي الحلقة أو غيرها من حلقات صباح لبنان فيهم يتوجهوا على telelibon.com.lb، عم نشوف على السكرين كتير سهل، أكيد بنفوت على قسم البرامج صباح لبنان. مثل ما شايفين قدامنا
أنه كل الحلقات بتنكتب باللغة الأجنبية صباح لبنان بحسب التاريخ يلي عم تنعرض فيه الحلقة. عم يعمل ريفرش هلأ لحتى نكون updated أكتر شيء ونكون مواكبين للحلقات يلي نزلوا. بتخيل حلقة مبارح كانت أجدد حلقة شفناها صحيح عم نشوفها 7/9/2015 فما تترددوا تفوتوا وترجعوا تشاهدوا كل الحلقات وسيجمنتس يلي شفتون. قبل ما نتابع حلقتنا يلي بتستمر لساعة 11:30 خلونا نطلع لخارج الاستوديو من جديد مع ريبورت بياخذنا على بيت الدين. بيت الدين عاصمة الأمراء، بيت الدين معقل إمارة لبنان وكل التاريخ الحلو يلي مرت في هالبلدة يلي كمان هي جاذب سياحي كتير مهم بضم العديد من المعالم السياحية. مين ما بيحكي بمهرجانات بيت الدين يلي كانوا مؤخرا كمان بصباح لبنان استضفناهم وحكينا معهم عن نشاطات عديدة يعني استضافوا السنة من الأوبرا إلى مؤخرا كمان ريهام كانت ريهام عبد الحميد كانت عم بتقوم بأمسية خاصة تحية للسيدة أم كلثوم لأربعين سنة بغيابها. فدائما هالمهرجانات وهالبلدة وهالضيعة عودتنا على جاذب سياحي لبناني. شو رأيكم نطلع على بيت الدين أنا وياكم بتقرير من أعداد زميل بيير حداد ودائما مشكور فريق النقل الخارجي على تخطيطه كافة التقرير من خارج الاستوديو. نطلع على بيت الدين وبنرجع على استوديو صباح لبنان. بيت الدين هي موقعها بمحافظة جبل لبنان قضاء الشوف تبعد عن بيروت 45 كيلومتر تعلى عن سطح البحر بين 850 و 950 متر. موقعها الجغرافي هي مركز الرسمي للدوائر الرسمية بالشوف يعني بتقدر تعدها هي عاصمة الشوف. بيت الدين في عندك مركز الأمن العام أولا عندك الأحوال الشخصية وعندك دوائر الرسمية مثل الليبون بوست والهاتف وألا ما هنالك. سكان بيت الدين يتراوح بين 3000 و 4000 نسمة. عدد الناخبين فيها 1600 ناخب والعيال يلي بتدلى ببيت الدين هي بايام الشتاء قليله كثير يعني بنسبه 15 او 20% بس كلهم بالويك اند بيطلعوا كويك اند يعني لاحظ ببيت الدين ما فيها عمار. يوجد كنيستين، كنيسة مرمرون وكنيسة سيدة الخلاط شفيعة بيت الدين. مقر الصيفة للمطرانية صيدا المارونية ودار الأمر. Thank you.
نحن عندنا ثلاث قصور مميزين. أول شيء قصر الأمير بشير شهاب الكبير، هو مقر رئاسة الجمهورية بالصيف. بلحقه قصر الأمير أمين يلي هو انعمل أوتيل خمس نجوم بإدارة السيدة نورة جنبلان. بلحقك قصر الأمير قاسم أو بسموها سراية الدراكون، هيدي كانت مرابط الخيل للمير بشير، للخيال للمير بشير. قبل مهرجانات بيت الدين الدولية كان يقام فيها مهرجانات بيت الدين من أكبر الفنانين، الله يرحم وديع الصافي، الله يرحم ناصر شمس الدين، فيليمون وهبي، أدخل عالم كانوا فنانين يجوا يعملوا حفلات فيها. مطلوب إنشاء معامل، إنشاء مصانع، إنشاء لحتى تجيب هالعالم تشتغل هون وتبطل تنزل على بيروت. هيدي النقطة الأساسية يلي بدك تجر يلي قاعد ببيروت يرجع على بيته على بيت الدين، يعرف إنه آخر الشهر بده يقبض معاشه لحتى يعيش. نرجع مشاهدينا لحتى نتابع القسم الأخير من صباح لبنان، وختام هالقسم مسك ضمن فقرة سوشيال إيفنت. يمكن من 2014 لحتى صرنا نسمع على سوشيال ميديا أكثر ونشوف فيديوز، واستغربنا لما شفنا الآيس باكيت تشالنج، صارت هيك ترند إنه نكب تلج ونكب ماي ونتحدى أصحابنا، ولكن ما كنا عارفين شو الهدف الأساسي من خلالها. كنا كلنا بنعرف إنه انتشرت بأمريكا ورجعت راحت عالمية، وإذا منشارك بهالموضوع بنعمل دونيشن ب$10، بس ما كنا بنعرف وين، وإذا ما شاركنا لازم ندفع 100، وكمان كنا هيك محتارين ونضحك بين بعضنا. الموضوع أهم من هيك بكتير، موضوع بيتناول مرض إنساني فتاك، لأنه ممكن يؤدي لعواقب كتير وخيمة. مشان هيك نشأت جمعية السنة رح يكون عندها نشاط رح نحكي عنه أكتر. هالجمعية هي LALS، نحن معودين نسمع ALS يعني Amyotrophic Lateral Sclerosis أو تصلب الجانب الدموري اللي هو اسم المرض. LALS هي لبنان، أول L لها لبنيز، لأنه هالجمعية صارت لبنانية. ايه بلبنان هالمرض كمان في وجهنا. مشان هيك بصرنا ان استضيف بالستوديو بختام حلقتنا ختامة مسك اليوم مع الكاتبة والاعلامية كارين بستاني، حضرتك كمان رئيسة جمعية يعني الالياس، لنكون عم نختصر. صباح الخير. صباح الخير ومرسي على التقديم الحلوة اللي بتخبر عن هالمرض مثل ما انت قلت فتاك ومؤلم جدا ونحن عم نجرب قد ما فينا انه يعني to spread awareness، يعني نجرب نحن كمان نحكي عنه ونعمل توعية عن الموضوع، لانه مرض صعب كثير وفي كثير منه بلبنان نسبة منا صغيرة يعني نسبة. كارين انت صرت اسم من تاريخ لبنان المعاصر من خلال ترأسك لها الجمعية يلي ب 13 سبتمبر ايلول رح نكون كلنا، وانا كمان من الاشخاص المشاركين، رح نكون بنهار عم ندعم هالمرض لحتى نكون عم نوعي الاويرنس اكثر. والهدف من الايس باكيت تشالنج هي مش بس انه نكب ثلج وماء على بعض، الهدف منها هو انه العالم تتوعى اكثر، تعمل ريسيرش، تعمل دونيشنز، يكون عندها وعي اكبر. قبل ما احكي عن نهار الاحد شو راح يصير، حضرتك بوثائقي مصور مع دكتور جميل صغيب، جميل فلاينج سول، ومن اخراج سليم هوبر زميلي كمان بجامعه سيدة سويزة، ومن انتاجه تحيه له ولجهوده بهالريبورت بهالوثائقي خليني سميه يلي انشغل. الفكره مع دكتور جميل لما استضفتيه، نحن كمان زوجته كانت ضيفتنا بصباح الاثنين من فتره، كيف كانت التوعية من خلال هالمرض وليش أردت أنه تسلطي الضوء عليه أكثر من غيره، وكان موضوع آني يعني صحيح انتشر عالميا ولكن أنت كنت عرابة لإله بلبنان؟ نعم، أول شيء بحب أقول له صباح الخير للدكتور جميل صغيب، أكيد عم بيحضرنا اليوم وزوجته هلا والعائلة
أعضاء الجمعية اللي كمان عم تشارك مع صورته على كل حال للمشاهدين اللي يعني عم بيعملوا كل جهدهم كمان لنقدر ننجح هالجمعية وهالنشاط القريب جدا نهار الأحد. دكتور جميل أنا تعرفت عليه سنة 2012 لأنه كان كتب أول كتاب له بعيونه وأنا كنت عندي فقرة ثقافية ومن وقتها إذا بدك تغيرت حياتي وتغيرت أيضا حياته لأنه نحن طلب مني أني أكون مثل ما أنت قلت تقريبا عربت وبقول لي أنت إيدي وإجري لأنه إعلاميا فيك توصل بطريقة كتير صحيحة وهيدا مسؤولية الإعلامي صحيح. عن هالمرض عن هالشخصية الخاقة اللي اسمها دكتور جميل زغيب اللي لو بيرير بلد أكيد اليوم كان أخذ نوبل برايز أو بس اليوم لسوء الحظ في ساعة لهالموضوع أكيد في ساعة واليوم في يقول أنه وصل الفيلم للفاتيكان وإن شاء الله أنه قريبا كمان البابا فرانسوا ممكن كمان يمكن يهنيه مينيموم أو يوصل له جايزة أو اللي هو بس اليوم دكتور جميل زغيب هو اللي قام بهالمؤسسة هو من تخته أسسها وأنا اليوم بترقصها وبتشرف أني بترقصها واليوم نحن أول جمعية ALS بالعالم العربي وأكيد بلبنان ورح يعني في ناس بيقولوا لي قديه في منه هالنسبة المرض في هلا نحن كمان بعدنا لليوم نحن جمعية ما قلنا أشهر أخذنا يعني علم وخبر بعد النسبة ما بنعرفها ولكن أكيد نسبة كبيرة أكيد نسبة للأربعة ملايين اللبنانيين اللي موجودين بلبنان اليوم ونحن عم نجرب عم نسعى قد ما فينا نساعدهم مثل ما بتعرف إنه هيدا المرض ما له دواء بس قد ما فيك إنك تكون حده للمريض جيب له هالآلة تيقدر يتواصل بعيونه مع الآخرين بتصور ويحس حاله إنه بعده إنسان وبعده موجود هيدي هي أهمها على كل حال جمعية عمرها أشهر ولكن إنجازاتها عم تبلش تبين وخاصة بتحضير للدعم من خلال كل المشاريع لأنه تقريبا يعني عملنا نحن الفين صحيح في الوثائق هي اللي عم يوصل على كل حال دكتور زغيب قال لك إنه أنت إيدي ورجلي وبعرف قدي مدى حبك بتحقيق أحلام الآخرين أنت حققتي له حلمه بهالموضوع وهو يمكن كمان حقق أحلام عندي إياها يعني يوم وعيني على شيء رائع وبتصور كل إنسان بيعطي بيعرف إنه السعادة بالعطاء صحيح ما فيك تشعر هذه السعادة إلا وقت تعطي مش وقت تاخد أو وقت تنجح ويمكن نقيني إنه أنا مني ساعية ولا الشهرة ولا لأنه أنا إعلامية ودجا وصلت بكتير أمور على أشياء بوصلها باكي كمان هيدا الشيء خليني فتش على غير شيء بيعطيني سعادة يمكن هون الاستفادة الواحد من وصوله لحتى يوجهه برسالة تكون موجهة بالموقع يلي بيوصله كارين اليوم في تقريبا رصدوا تقريبا 20 حالة بلبنان بعد الأرقام مش مؤكدة مش أكيد بعدكم بريسورتش تبعكم أكيد في بلانينج لدعم هالمواضيع لرصد كل الأشخاص نعرف مين مصاب بالALS مين الأشخاص اللي مصابين نهار الأحد ب 13 شهر الكل مدعو على البادروز بفيترون ما تضيعوا المفرق على الشمال هيك صغير بودروز كتير هين يعني وقتها توصل على البون بوان فيترون الثاني العالي اللي منه بتفرق على المزرعة أو بتطلع على الساتليت صحيح قبله يعني إذا بدك فيك تطلع وترجع تنزل يوتن 100 متر على اليمين أنا خطرة القطعة مزبوط خطرة أنا بقول لهم ينتبهوا يوتن ورجعوا نزلوا دغري على اليمين كلهم من الساعة 11 نحن حبينا كأول نشاط على الأرض عدا الفيلم اللي عملناه واللي نازل بالسينما بالجراند سينماز حبينا نعمل نهار بيشبه دكتور جميل زغيب يعني أنا قلت كيف بدي أعمله أول شيء بدي أعمله فرح لأنه دكتور جميل زغيب إنسان بوزيتيف أصلا انطلاقا من أنه بلشته بقديس برافو عليك على 11 في قديس هي علامة وبادرة يعني انعكاس مزبوط أنا حبيت أنه نبلش بقديس لأنه أول نشاط بدي أنه يكون مبارك من الرب ونقدر بإيماننا نوصل أنه نقدر قد ما فينا بجهد كبير نوصل دونك على 11 في قديس ومن 12 وطالع نهار ما بيشبه غيره يعني العيلة تبقى مجموعة لأنه عيلة الدكتور جميل حده وهي رسالة بالفيلم كان أنه مش بس رسالة شخص قدر يتحدى مرضه ولكن رسالة العيلة قد مهمة حد هيدا الشخص محبتها تعاونها دعمها إن كان زوجته هلا أو أولاده أو أصدقائه اللازم دونك العيلة كلها رح تلاقي نشاطات لها الأولاد أكيد رح ينبسطوا كتير في كتير نشاطات للأولاد للكبار كمان في لعب
طاولة لعب ورق وعدا البفيه الأوفير الأكل لجميع الأعمار ولجميع الأذواق، شرب كمان، رقص، في لايف شوز، ماجيك شو، ترامبولين شو، يعني عن جد عم جربنا انه يكون كل النهار فرح. صحيح، يعني اللي بيشوف البرنامج المحضر بترتسم الابتسامه على وجهه من كثره النشاطات يلي بتحاكي كل الاذواق مثل ما ذكرتي، مش بس بالاكل، بكل شيء كمان بالنشاطات الترفيهيه الموجوده. كمان هيك دعوه لكل الاشخاص اللي حطوا هاشتاج ايس بوكيت وهاشتاج لهم يعني من 2014 اليوم يعني اليوم فرق لها طعم مزبوط بنشاط. وهذا اللي عم نقوله انه عدا كمان التومبولا اللي في جوائز كثير كثير مهمه منها سفر على نيويورك والى اخره، بعد الظهر في الايس باكيت تشالنج مع كل المشاهير اللبنانية، وانا بدي اشكرهم واحد واحد، يعني ما رح بلش بالاسامي لانه نكتار ما بدي انسى حدا، بس بيعرفوا حالهم منك منهم انت. صحيح. كمان بتشكركم على دعمكم على مشاركتكم لهالنشاط وللايس باكيت اللي اليوم اللي نهار الاحد رح ينعرف يتجسد مش على السوشيال ميديا. صحيح. لايف يعني فعليا ويعرف واحد، تعرف انت وقت تكب عليك مي متلجه على ثواني بتحس وبيحس هيدا المريض كل حياته. يعني بيتجمد جسمك، ما بتعود عضلاتك تتحرك فور فيو سكند. يعني قد ايه صعب انه نحن لثانيه نكون عم نحس بهالجليد يلي بدخلنا ويلي بجسمنا من الخارج، هو هالجليد عم بيعيشه كل لحظه من حياته، هي رمزيتها اهم وابعد بكثير من بنعرف انه ريع كل هالنهار وهالنشاطات للمصابين بهذا المرض. بدي اقول شغله لانه ما بيشبه غيره هذا المرض، انه اكيد في دواء بياخده، بس انه هذا الدواء ما راح يصححه، هذا اذا شيء ببطئ تطور المرض. صحيح. بس اهم شيء هي هالمكنه التوبي الاي تراكر اللي من خلالها فيه يطبع بعيونه ويحكي مع الاخرين على السوشيال ميديا مع اصدقائه، يكتب كتب مثل ما دكتور جميل، يعني هذا عم نسعى له اكثر شيء. واكيد الدعم المعنوي أكيد. لانه هيدا اهم دعم، نحن عائله حد العائله. ايضا طبعا يعني الهدف من هالايفنت وغيره من يلي عم يتحضر هو تبادل الخبرات، هو توفير معلومات، اصغاء يعني نشر الوعي على هالمرض. تحديدا شو الخطوات اللاحقه لحتى يكون في امل اكبر بانه هالمرض نقدر نحصره، واذا ما حصرناه نكون عم نعالجه بالطريقه اللازمه، نكون عم نامن له مستلزماته من الاله الخاصه والجهاز الخاص ومن الاله المعنويه، يعني نكون عم نوعي الاشخاص يلي حوالين الانسان المصاب انه انتم الداعم الاول لكسر الجليد يلي هو عايش فيه دائما. التوعيه كثير مهمه، وبدي اقول اليوم انه ما حدا فوق راسه خيمه، يعني يمكن اليوم نحن نكون قاعدين ما بينا شيء، يمكن بكره يصير معنا شيء، يعني اليوم واحد بس يحط حاله شوي محل الثاني، يعني هالفكره الانسانيه. وبعدين اهم شيء نحن عم تقول الخطوات، نحن كاي ال اس لبنان الاسوسيشن منا اكيد نتعاون مع كل الاي ال اس اسوسيشنز بالعالم. نعم. ونقدر اذا بدك نساهم معهم وناخذ من خبراتهم، لانه لازم يصير في اكثر ريسيرش، يعني مفروض يصير في ابحاث اول شيء تنعرف ليه في هذا المرض. هلا في ناس بتقول اكيد من التلوث، في منهم بيقولوا وراثه، يعني في كثير كثر خيرك ما يعني موضوع الزباله بلبنان هلا كارثه. ايه مش بس الزباله كمان عندنا هلا اليوم أكثر شيء مستجد. أنا هون كرم بدي أدعي الكل يتوجهوا على www.als-lebanon.org لحتى يتبرعوا ويأخذوا معلومات زيادة ويكونوا عم يتواصلوا أكيد. وعندنا كمان بيج على فيسبوك اللي هي ALS Lebanon، كمان فيهم يتواصلوا مع دكتور جميل صغير دغري أو معنا كلنا. الدعم عاوزينه، يعني نحن عاوزين دعم لانه بدنا نعمل ابحاث، ويلي قادر مادي قدر المستطاع اكيد ويكونوا معنا نهار الاحد ب 13 ينبسطوا، وبذات الوقت بيكونوا عم بيدعمونا يعني وعم بيلتقوا بالمشاهير بحبوهم. صحيح، كثير رح يكونوا موجودين. كرم بستاني الكاتبه والاعلاميه، شكرا لك رئيسه جمعيه الالي ال اس بي لبنان. لقاء مختصر على امل يكون لنا لقاءات اخرى هادفه مثل ما دائما عواتينا. شكرا لك واهلا وسهلا. انا بتشكركم، ميرسي، بتشكر تلفزيون لبنان وبتشكر حضورك الاحد معنا. اهلا وسهلا، يا هلا. ختام صباح لبنان، لقائنا بتجدد بكرة بتمام الساعة 9 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا عبالكم تغيروا شي بحياتكم، أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء.